بداية كده احنا النهارده ان شاء الله بنكمل ورشة العمل بتاعتنا بتاعت التصميم الداخلي او الانتيريور ديزاين. اوكي الله يبارك لك يا باشمهندس عمرو، الله يخليك. فان شاء الله باذن الله هرد الاول طبعا سؤال كده لما الناس تبدا تخش معانا، لان في ناس لسه بتبتدي اهو، في كده بنعمل اكسبتد للناس على طول باستمرار. اوكي ماشي، على ما الناس تجتمع الاعداد كلها. تمام طيب، كان في حوار دار النهارده، انا طبعا بعتذر النهارده لاني كنت في الموقع النهارده وكان عندي شويه مشاكل كده، منكد علينا اليوم النهارده في الشغل شويه، كان في شويه عطله في الشغل، فسامحوني ما كنتش عارف ارد. انا كنت شايف طبعا الشات والاسئله، لكن انا يمكن حتى بعت فويس على الجروب ان انا بقول لهم معلش انا في الموقع فبخرج بس هكلمكم، فمعلش بعتذر ان انا كنت اتاخرت في الرد. اوكي كان الحوار او التعليق كله على موضوع الاكسترود. اوكي ان هم كان في اختلاف كتير قوي، احنا كنا اتكلمنا عندنا كده بنعمل مالتي لاين، ممكن نفتح البروجكت بتاعنا اللي كنا شغالين فيه. تمام ايضاح بس في النقطه على ما الناس تبتدي تخش معانا في الدقائق المقبله باذن الله. احنا كنا اتكلمنا ان انا عندي المالتي لاين اللي احنا بنتكلم فيه، قلنا الامر ده مهم جدا واساسي في الشغل بتاعنا، وحددنا المالتي لاين بتاعنا وحددنا الابعاد بتاعته زي ما انتم شايفين، جاستيفيكيشن زيرو والسكيل بتاعه كان 25 مش مهم السكيل، وهرسم كده حيطه. واتفقنا ان انا عندي ممكن يكون او لازم يكون عندي الكلوز من ناحيتين زي ما انتم شايفين كده، من هنا ومن هنا. اوكي خلاص ده مهم جدا، مهم جدا عندي في الشغل بتاعي. اللهم امين يا باشمهندس احمد، اللهم امين يا رب، اللهم امين. تمام، وقلنا ان المالتي لاين قلنا هنا في عندي مالتي لاين، مالتي لاين ستايل بتاعي قلنا ده بنقفل بيه الكلوز. تمام كنا بنعمل طبعا هنا مش هينفع طبعا لانه اوريدي شغال بيه، خد بالك ان المالتي لاين لما تشتغل بيه مره ما تنفعش تعدل عليه خلاص. يعني ايه؟ يعني مثلا سي انا عندي هنا بروجكت جديد خالص اهو، لما اقول لك مالتي لاين كده وابتدي ارسم عادي هنا ارسم معاك العادي اللي هو التيبيكال ده خلاص، اللي هو ايه اوبن من الناحيتين الاثنين. خد بالك وبرده ليه حل عشان برده في نقطه لازم برده تبقى فاهمها. طب افرض يا باشمهندس جالي ملف الكاد بس مش معمول مالتي لاين او معمول لاين خلاص، ما دي نقطه برده لازم نحطها في الاعتبار. انا ممكن يجي لي المشروع كاد اللي هو العميل جاب لي الملف الكاد بتاع البروجكت بتاعي بس الخطوط كلها لاين يا باشمهندس، انا مش عارف اشتغل بيها ولا هعرف اشتغل عليها. طب ايه الحل؟ هقول لكم على الحل بتاعها النهارده ان شاء الله برده عشان تبقى انتوا معايا في النقطه دي. اوكي بالظبط يا باشمهندس احمد، هنحوله بالظبط، فلازم اعرف الناس نحول الكلام ده ازاي. فهنا لو انا اشتغلت كده مالتي لاين، لو دخلت على مالتي لاين ستايل هنا تمام اوكي تمام، هيقول لك مش هقدر اعدل. ليه؟ لان انت اوريدي مستخدمه، فانت لازم قبل ما تستخدمه تشتغل على المالتي لاين ستايل الاول، فهنا هتلاقي الموديفاي بتاعتك اشتغلت. اوكي يعني قبل ما ترسم المالتي لاين بتبقى عارف طبعا انت هتعمل ايه، او انت محتاج انك تقفل الكابس بتاعته من هنا، الكابس من ايه من الستارت في معاك هنا من الستارت والاند بتاعته. اوكي تمام، فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها. طيب انا رسمت مالتي لاين كده ايا كان اهو ماشي. اوكي والمالتي لاين الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم عشان نعمل كنترول زد تاني، معلش عفوا نرسم ده كده وناخد واحد تاني نعمل ستايل جديد، هنعمل كده ستايل بس للتجربه ماشي، او نرسمه حتى ريكتانجل مش فارق يعني خلاص، وبناخده مثلا كده بايه بالسيستم ده. قلنا الفرق في الاثنين دول، طبعا هو الكلام ده احنا مش بنتكلمه في 3 دي كات بس، ده ردا على النقاش اللي دار النهارده في الجروب. تمام ان انا عندي هنا كده الجزء ده لو انا عملت له اكسترود الامر بتاعنا خلاص اللي احنا اصلا مش هنشتغل بيه هنا، فهتلاقي ده طلع معاك كده. طب لو انا طبقته على ده هيطلع معايا انا، حتى هو اصلا مش هيطلع كمان يعني، عارف انت اللي هو ايه مش هيطلع معاك لان هو اوريدي مش مقفول خلاص، انما الريكتانجل هيطلع معاك. فانا كنت بقفله كابس عشان كده خلاص. اوكي باشمهندسين، ومع ذلك برضو لان هو خطين تمام، ومع ذلك احنا مش عايزينه هنا يعني، امر اكسترود ده انا مش هشتغله هنا في الكاد اساسا، امر اكسترود ده هشتغل فيه الماكس. اوكي فانا كل اللي بعمله ده عشان الماكس مش عشان الكاد هنا خلاص، مش عشان الكاد هنا، الكاد ده ليه طريقه ثانيه وليه اوامر ثانيه غير اكسترود. اكسترود ده بس كاكزامبل، لا ده في امر ثاني اهم من اكسترود في 3 دي كاد وافضل بكتير جدا جدا حتى من الماكس نفسه. اوكي بس الكلام ده طبعا ده لو احنا بنشتغل 3 دي كاد بالظبط، في امر في 3 دي كاد تحفه تحفه تحفه، امر جميل جدا بيشتغل بشكل قوي جدا واقوى من الماكس نفسه في الجزئيه دي كلها. تمام فانا مش عايز نشغل دماغنا، حاضر يا باشمهندس محمد، بس انا لسه بقولها عشان ما نتوهش الناس، مش عايز اشغل دماغي بالتفاصيل انا مش محتاجها هنا في المشروع بتاعي دلوقتي. انا كل اللي بعمله ده عشان واخد المشروع بتاعي ورايح بيه للماكس. تمام ماشي كده يا باشمهندسين. اوكي وضحت الدنيا دي ولا حد عنده مشكله؟ تمام اتمنى تكون الايه الامور دي وضحت كده. طيب اوكي طيب انا دلوقتي فاضل لي البيبان عايز احطها في المشروع ده، طبعا الابواب عندي هنا كده بسرعه
البيبان عندي هم. طبعا انا معروف عندي نظام البيبان او الابواب دي ستاندرد، خد بالك انا بتكلم في مقاسات ستاندرد. اوكي، باب الشقه بيبقى متر، باب الغرفه ايا كانت بقى غرفه نوم غرفه ليفنج ايا كان الغرفه اللي انت بتستخدمها بتبقى 90 سنتي، المطبخ 80 سنتي، والحمام بيبقى من 60 ل 80 سنتي. ما اعرفش الناس تعرف الكلام ده ولا لا، بس هو ده عشان برضو تبقى الناس معايا. اوكي، هنوضحها كده بسرعه. لو انا بتكلم في مقاسات الابواب انا بتكلم في الدور. اوكي ماشي يا باشمهندسين، خلاص الحاجات دي اساسيات عشان برضو الناس اللي بتشتغل في التصميم ده ستاندرد. ماشي، ده الستاندرد اللي احنا بنتكلم فيه. لو بتكلم في المين دور او باب الشقه، باب شقه باب رئيسي، خلاص اوكي، ده بيبقى متر، خلاص بيبقى متر. لو باب غرفه، الغرفه ايا كان استخدامها زي ما بنقول غرفه نوم غرفه جلوس غرفه ليفنج، تمام، ده بيبقى باب ب 90 سنتي، خلاص اوكي. طيب لو باب مطبخ، تمام اوكي، بيبقى المطبخ بتاعي 80 سنتي. اوكي، لو باب حمام، طبعا عشان بيبقى فيه اكتر من، ممكن يبقى فيه اكتر من حمام، سواء بقى حمام مثلا ضيوف، حمام رئيسي، حمام في الماستر بيدروم، فالحمام بيتراوح من 60، عفوا معلش انا بكتب بالماوس، طبعا من 60 لكام؟ ل 80 سنتي حسب حجم الايه؟ الحمام، خلاص؟ يعني حمام الضيوف مش هيبقى طبعا كبير او بابه كبير، لان الحمام كله بيبقى غالبا متر، ما اقدرش اعمل باب 80، يعني هو المتر مش هتلاقيه اصلا، يعني ال 80 ده لو اتفتح في الباب ده جوه الحمام فالحمام هيضيع مش هتعرف تفرشه، فبنحط صغير الباب بتاعه صغير، بيبقى 60 او 65، بنزيد 5 سنتي على فكره، خلاص، او 70 او 75، يعني بيزيد 5 سنتي. اوكي، طب المتر او 90 او 80 دول بيشمل ايه؟ بيشمل من الحلق للحلق، يعني لو رسمت الحلق بتاعي كده، خلاص ادي الحلق بتاعي، معلش عفوا، وادي مثلا ضلفه الباب، خلاص اوكي تمام، يبقى انا بقيس من هنا لحد هنا من الاول للاخر، فهمنا حاجه؟ يعني انا من الاول للاخر كام؟ بيبقى متر. اوكي ماشي، فهمنا الكلام ده. طب الحلق بتاعي ده قد ايه؟ الحلق ده بيبقى 2 بوصه، يعني سمك الحلق ده، ممكن نغير اللون كده عشان ايه ما نلخبطش الدنيا، سمك الحلق ده كده، ها السمك ده بوصه، طبعا هو الخشب بيتقاس بالبوصه، ها ماشي. طب 2 بوصه يعني ايه؟ يعني 5 سنتي. اوكي، وهنا برده كام؟ 5 سنتي. اوكي، يبقى صافي الباب نفسه ضلفه الباب كام؟ هتطرح الايه؟ ال 10 سنتي من المتر، يبقى صافي الباب كام؟ 90 سنتي. فهمنا يا جماعه؟ اوكي، نفس الكلام بيطبق على ال 80، نفس الكلام بيطبق على كده. يعني كده لو قلت لك ان الباب ده صافي الضلفه نفسها، عشان كده لما تروح تشتري، الناس اللي بتهتم بالتشطيبات او بتشتغل في مجال التشطيبات، لما اروح اشتري اقول له باب شقه، عارف ان الضلفه هتيجي معاها 90 سنتي، الضلفه 90 سنتي. اوكي خلاص. طب لو انا بتكلم في باب غرفه، عارف ان باب الغرفه هيجي معايا 80 سنتي، دي الضلفه. اوكي 80 سنتي ليه؟ لان في عندي 5 سنتي حلق من هنا و5 سنتي حلق من هنا. اوكي، فهمنا كده النقطه دي، اتمنى تكون الدنيا واضحه مع الجميع وفاهمين الجزئيه دي، تمام. طيب تعالى دلوقتي، انا دلوقتي عايز اشتغل اوكي، وعايز ارسم الباب. عندي بابين اهم، ادي باب الشقه زي ما انتم شايفين كده، طبعا الباب ده جاي بلوك، يعني الباب ده جاي بلوك جاهز، انا ما بوجعش دماغي فيه، ده بيجي لي بلوك جاهز، بس احنا ما دام بتمرن على الرسم تعالى نرسمه كده سريعا. انا عندي باب شقه مثلا متر، احط باب الشقه هنا، فباجي اقول لك مثلا تعالى سيدي خد ريكتانجل، اوكي اديني مثلا الحلق بتاعي اللي هو بيبقى سمك، ها بوينت 5 سنتي، تاب ها كام؟ المفروض 12 سمك الحيطه زي الشباك، فاكرين لما احنا قلنا الحلق بتاع الشباك او الباب بيبقى سمك الحيطه، خلاص، فانا عملته كده اهو 12 سنتي. طب هو في الواقع، لو هو في الواقع 6 بوصه، يعني 15 سنتي لمراعاه المحاره، طبعا ده شغل تشطيبات، فخلينا في الايه؟ في الشغل بتاعنا دلوقتي، تمام؟ اهو ده كده. طيب الراجل ده، انا لو قلت مثلا هعمل باب مثلا متر، فالمفروض انا بقيس من الاول كده لحد الاخر كام متر، عشان اوضح لك برضو النقطه دي، ممكن الونه كده باي لون للايضاح، تمام؟ للون ده ايه؟ فقط ليه؟ للايضاح، ناخد لون كده شويه اهو، خلاص؟ فانا المفروض من الاول للاخر شغال على ايه؟ على متر، يعني المفروض الحلق ده برضو كده، ممكن اعمل له ميرور بقى، ممكن اعمل له كوبي، مش فارق معايا، من الميد بوينت كده، فالمفروض الحلق عندي اهو، ماشي؟ فده ادي البدايه ودي النهايه، تمام كده؟ طب يبقى الصافي بتاعي جوه، لو انا قست الصافي كده جوه هيبقى كام؟ ضلفه الباب بتاعتي ها 90 سنتي، صح كده؟ الضلفه بتاعتي صافي كام؟ 90 سنتي. يبقى انا هرسم كده ضلفه الباب، خد بالك انا برسم كده كروكي تقريبا، ما برسمش حاجه ايه؟ اكيوريت يعني 0.5 تاب قلنا كام؟ 90 سنتي، يبقى دي ضلفه الباب بتاعتي يا باشمهندسين. اوكي؟ يبقى كده ده شكل الباب بتاعي تقريبا، تمام؟ طبعا في شويه ديتيلز بقى والكلام ده كله، ده البلوك بيبقى مظبطها، انا برسم حاجه كده سريعا يعني. طيب ممكن اقوم اعمل له ارك مثلا، هو ستارت اند ودايركشن، واخد لك مثلا كده ادي الايه؟ ادي الارك بتاعي اللي هي ايه؟ اللي هي حرم الباب زي ما بيقولوا،
ده حرم الباب بتاعي خلاص انا كده رسمت الباب بتاعي خلاص اشيل بقى الخط ده الايضاح اوكي يبقى كده رسمت الباب سريعا على طول بايدي كده مانيوال مفيش عندي مشكله خالص اوكي طيب الباب ده كده تعالى بقى نبتدي ها نجمعه خد بالك في نقطه برده مهمه قوي انا عندي الباب هنا بيبقى عباره عن ها خطوط مفكوكه بفضل دايما انا عن نفسي اشتغل معاه بامر جروب اوكي طبعا ممكن تحوله بلوك براحتك زي ما انت عايز لكن انا ممكن اشتغل بيه جروب كده مؤقتا يعني خلاص واخد الباب ده طبعا احطه في اللاير بتاعته اللي هي لاير الدور اوكي وابتدي اسقط الباب ده اخده مثلا كده كوبي تمام واخد الباب بتاعي من هنا خلاص لحد مثلا سي اول الباب هنا كده عندي تمام واضع اعمل له روتيت استداره على الجزئيه بتاعته اللي هي النقطه دي كده واخليها 90 درجه طبعا هنا مرفوض تماما انك انت هنا تثبت باب على عمود على طول لازم على الاقل في 10 15 سم مسافه تثبيت الكانه والناس اللي خدت معايا تشطيبات عارفين الكلام ده كله فبطلع كده على الاقل 15 سم او 10 سم اوكي الهدف ليه لان ما ينفعش ان الباب ده بيتثبت بكانه حديد طولها بيبقى حوالي من 10 ل 15 سم ممكن 11 12 تمام فلازم هنا يبقى في جزء طوب ما كسرش في العمود على طول ممنوع طبعا تكسير في العمود تمام بالظبط يا باشمهندس امين الله ينور عليك من الهيئه المحكيه بتاعتنا فانت حتى لو خدت بالك في المشروع كده هتلاقيه هو ايه هنا مش هتلاقيه جاي في الحيطه على طول هتلاقي بص اهو شايفين اهي الحته دي اللي هي الصغيره الطوب دي كده المحكيه بالظبط اللي هو بيبقى صف الطوب كده فوق بعضها ممكن تكون نص طوبه او طوبه كامله حسب المساحه بتاعتك تمام اوكي يا باشمهندس طب واحد يقول لي يا باشمهندس طب ما افرض واحد مثلا الاقي باب شقه احيانا متر و10 متر و20 والله الراجل ممكن يكون عنده مساحه كده زي ما انت شايف كده ممكن يقوم فاتح حته كمان في الباب وعم زود الباب يعني واحد يقول لي يا استاذ باشمهندس تقول لي الستاندرد بتاع باب الشقه متر اهو ده الستاندرد متر بس انا عندي مساحه كبيره ممكن يقوم واحد فاتح اي حته كده وعامل شراعه للباب خلاص اوكي يكبر الباب شويه خلاص هو براحته هو حر خلاص دي حاجات بتبقى في التشطيبات مهندس الديكور بقى هو بيظبطها حسب دماغ العميل تمام طيب ادي الباب بتاعنا مثلا كده اهو عندنا طبعا بيبان تاني بتاعت المطبخ 80 والباب بتاع الغرفه اللي هو 90 سم زي ما قلنا وباب الحمام والكلام ده كل دي البيبان طبعا هنبتدي نعملها ونظبط الدنيا بتاعتنا كلها خلاص ممكن نعمل كده ايه يعني هناخد كده بسرعه كده ايه هناخد كده مثلا ان جروب وناخد ايه نحاول ايه نعمل بيبان كده سريعا اقول لك مثلا اعمل لي باب سي مثلا 80 سم وباب 90 سم تمام انا بس بوضح الايضاح كده واخد الايه الباب بتاعي اللي هو الحلق اقول لك مثلا هكده كوبي وابتدي انزله بقى على البيبان كده بسرعه تمام هنا مع هنا اوكي ماشي وده نفس الموضوع بحاول اعمل بابين كده سريعا عشان ابتدي اطبق لك على البلان واشوف هنعمل عليه ايه تمام ده كده اهو واقدر الباب طبعا الباب هنا ارسمه ريكتانجل هنا الباب ده 80 يبقى ده هيبقى 70 سم الضلفه 0.05 تاب 70 سم خلاص وده هيبقى اعتقد ده احنا قلنا 90 يبقى ده 80.05 تاب سوري 80 اوكي وابتدي اعمل لك الارك بتاعنا اهو من هنا لهنا كده ادي الارك تمام وادي نفس الامر تاني وناخد الارك هنا كمان يبقى كده عملت البيبان بتوعي اهم ادي 90 وادي كام الايه تمام شوف بقى خلاص الخطين دول ده الدليل بس عشان تبقى انت عارف ان انت شغلك تمام واخد كل ده احطهم برده في نفس اللاير ده مهم قوي ان انا احط في اللاير عندي هنا اللي هي لاير دور وما انساش جروب كل واحد لوحده الله يبارك لكم مش تعمل جروب لكله تيجي بعد كده نيجي ننقل لهم نلاقي الدنيا كلها داخله في بعضها طيب تعال ناخد باب الغرفه ناخده كده ايه كوبي تمام ونشوف بيبان الغرف عندي هحط الباب بتاعنا فين بسم الله هنا في باب طبعا عايز اعمل له ميرج وفي عندي هنا باب برضه هنزله هنا كده معلش ابتدي ايه اظبط انا الكلام ده كله انا بسقط بباني وبعدين اظبطها يعني ما عنديش مشاكل وهنا اوضه اعتقد كده خلاص الاوضه خلصت ابص بقى على اللوحه بتاعتي تمام الباب بيفتح على الحيطه هنا وهنا وهنا ماشي اوكي طبعا هو مساب برضه من حكايه هنا صغيره هنا ما فيش مكان ماشي خلاص اوكي تمام يبقى انا كده اخد الباب ده اعمل له ميرج تمام على المنتصف كده وامسح الاصل طبعا الباب ده هيتسقط هنا العمود طبعا مش هينفع ان انا احط على العمود كده لازم يبقى فيه جاب كده شويه فانا ممكن اوسطنه في النص عندي ماشي ناخد كده بس كده نظبط الايه الباب بتاعنا تمام طبعا هنا بيتوسطن في النص او ممكن اجيب الباب قبل الحيطه مثلا موف بحاجه بسيطه كده هنا مثلا اهو يعني ممكن توسطنه وممكن تجيبه على الحيطه عادي ما عنديش مشكله انه يجي على الحيطه اكسر في حيطه عادي بس ما اكسرش في عمود يعني تمام طيب نفس الموضوع ده كده هنعمله هنا الباب ده هنعمله كده الاول ده روتيت كده اهو طبعا ده كده نفس الموضوع كده هتايه انزل معانا كده تمام خلاص ونعمل له ايه موف ونسقطه هنا كده شويه ونحركه تاني حوالي 10 سم اللي هم المحكيه
بتاعتنا برضو حوالي 10 او 15 سنتي زي ما انت عايز. اوكي ممكن نمسح بقى ده غير خلاص واخد ده ميرورد معايا. خد بالك ان الباب دايما بيفتح على حيطه، الكلام ده المعلومه دي اكيد الناس كلها عارفينها وواصله لهم، فالباب دايما بيفتح عندي على حيطه. اوكي ماشي. هنا الحيطه ممكن كده محكيه، نبص على الملف كده، هي قافله على الباب بالظبط كده مظبوط. اوكي تمام كويس قوي، اتاكد بس ان هو في هنا تطابق تام. حلو كويس جدا. ادي بمان الثلاث اوض، محتاجين باب حمام باب مطبخ. ممكن ناخد باب المطبخ اللي احنا كنا عاملينه هو ده كده، ناخده برده ايه كوبي. انا باخد كوبي عشان احافظ على الاصل، ممكن احتاجه تاني يعني. الفكره انا باخده كوبي مش ان انا مثلا فضى ولا حاجه، لا انا بحاول ان احافظ على الاصل عندي يعني. هنا ده كده اهو، مش عارف هينزل ده ليه هنا كده. ريت خلاص ده هنا برده. بص على المشروع الاصلي في محاكيه او حاجه في باب المطبخ او على اول الحيطه بالظبط. ماشي اوكي بقى على اول الحيطه مظبوط زي ما احنا حاطينه. تمام التمام. فاضل عندي باب الحمام، باب الحمام صغير طبعا احنا ممكن نرسمه او ممكن نحط له حتى واحد اللي هو زي المطبخ بالظبط، مش مشكله دلوقتي. تمام اوكي، لكن طبعا الابعاد مظبوطه يعني، يعني الابعاد بتاعتنا لازم تكون مظبوطه بالملي. ماشي هنسقط الباب هنا كده ونعمل له روتيت. كده اوكي. وطبعا لا انا لازم اسيب محكيه، يبقى لازم ايه الباب ده ممكن يتحرك عندي على الحيطه دي، افضل من انا ايه حتى اصلا المفروض يفتح العكس كمان، ما يبقاش كده يعني، يفتح على اتجاه الحيطه ده كده، اعمل له ميرورز. تمام من الميد بوينت بتاعته او من الاكس مثلا كده اهو كده على طول اهو، وامسح الاصل. اوكي ماشي يبقى كده، واقول له هاتولي موفد على اول الحيطه دي كده عندي كده يا باشمهندسين. اوكي في حد ويتنج؟ بص كده سريعا. كله تمام اوكي ماشي خلاص كده باشمهندسين. سوري عفوا ده المفروض باب اللي جوه عفوا. نشتغل عندي كده اهو تمام خلاص كده. يبقى انا كده عملت الابواب بتاعتي سريعا بسرعه كده، عملت توزيع الابواب بتاعت الشقه كلها. طبعا لسبب الحمام ده برضه عايزين ناخد باب، ممكن ناخد الباب ده خلاص اهو كوبي. الباب ده اتجاهه ايه الاول؟ ناخده مثلا نحطه هنا كده الاول. تمام هنا في اي جزء من ده كده. باب الحمام الضيوف على الحيطه دي خلاص ماشي، واعمل له روتيت. تمام طبعا ده احنا بنقول لكم احنا لسه في ايه، في يعتبر في المرحله الاولى، ان احنا لو عندنا ملف كاد بنتعلم ازاي نرسم الكاد. طبعا الباب متوسطاً تقريبا اوكي زي ما هو متوسطاً كده تقريبا عندنا ماشي، او ممكن نقربه كده شويه موف من هنا كده ماشي، عشان ايه احاول ان انا لو احط حوض هنا اكيد طبعا هيبقى الحوض بتاعي هنا، فيبقى ايه الباب بعيد بقدر الامكان عن الحوض بتاعي كده. انا خلصت البيبان بسرعه كده اللي انا عملتها، واعمل له كده سيلكت سيميلر طبعا ما عدا اللي بره دول ماشي، واعمل له ميرور على المشروع كله معنى الايه محور اللي هي الوسطاني ده كده اهو. تمام نزلت عندي البيبان كلها تمام كده باشمهندسين. يبقى انا كده نزلت الابواب بتاعتي والشبابيك، طبعا الشبابيك عايز تعملها ميرور، ورسمت البلان بتاعي. باشمهندسة فريال بتسالني على موضوع الجروب، كيف نعمل جروب وامتى نستخدمه وايه فائدته. تمام بص يا باشمهندسة، الجروب ده ان انا بس عندي مثلا مجموعه رسومات زي كده، مثلا عندي جروب كده اهو، انا مثلا دلوقتي عندي ده ارك وده ريكتانجل وده ريكتانجل وده ريكتانجل اوكي، فانا دول عايز اخدهم كوبي. وارد ان انا ممكن انا بختار انسى حاجه يعني، ممكن اختار دول مثلا كده وانسى دي. تمام لما يكون عندي مجموعه او رسمه مركبه فيها اكتر من حاجه، المفروض دي بنسميها عندنا بلوك اوكي، بنسميها عندنا بلوك. فانا دلوقتي ما عنديش بلوك، انا برسم حاجه زي كده ومش محتاج ان انا احولها بلوك، لاني عامل زي ايه زي ما اكون هاخد حاجه انقلها من مكان لمكان وافكها تاني بالظبط كده باشمهندسين. يمكن انا دايما بدي المثال ده لما ساعات كده تروح السوبر ماركت تمام، تشتري مجموعه حاجات خلاص، وانت خارج من السوبر ماركت بيديك شنطه تمام تحط فيها الحاجات دي صحيح كده، ليه؟ لان مش هتقعد تشيل حاجه كده كل جزء منفصل لوحده، سيبريتد بيبقى صعب شويه، فبيديك شنطه تشيل فيها الكلام ده كله. الشنطه دي هو بقى الجروب عندي، فانا بقى عامل له جروب كده كانه حطوا لي في شنطه. بص كده عامل ازاي اهو، كانه ايه محطوط في كنت يعني شنطه كده بلاستيك او كيسه كده ايه بتحط فيها الحاجه بتاعتك. طب ايه فائدته بقى؟ فائدته ان انا بقدر اخد انقل ده كده بسهوله مجمع، ما بنساش حاجه يعني، ما اقدرش ان في حاجه تتوه مني او حاجه تروح كده او كده، فده كويس. طب الفائده الثانيه اللي فيه انه مش زي البلوك يعني، لو حبيت افك واعدل فيه سهل جدا يعني، مثلا دلوقتي مش زي البلوك بقى لازم افك البلوك خالص او اخش على البلوك اديتور والكلام ده كله، لا مجرد سيلكت اروح اقول له كده من فوق هنا ان جروب خلاص هيرجع لاصله تاني يعني، نفس الجروب ده كده اهو، اطلع من فوق اقول له ان جروب من فوق كده خلاص هتلاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت، تقدر تعدلي فيها بمنتهى السهوله. فهمنا كده يا باشمهندسة؟ وضحت النقطة دي يا هندسة ولا إيه؟ أوكي؟ خدوا بالكم إن أمر جروب ده برضو من الملحوظة التانية خلاص؟
حاضر يا باشمهندس، راح لحظه واحده. الملحوظه كمان ان الامر ده جاي اصلا من الماكس، يعني الامر ده مضاف جديد، مجموعه الجروبز دي مضافه جديده من الماكس، هي ما كانتش في الكاد اساسا، لان الكاد معتمد على البلوكات في الشغل، بس هو ملاحظ ان لا الجروب هناك كويس لان بستخدمه في الماكس كتير، راح جاي بضايفه هنا. اوكي طيب باشمهندس صلاح بيسالني في نفس الموضوع، لو سمحت كيف ممكن نعمل الباب دايناميك، ممكن بيتحرك في كل الاتجاهات مع تغيير طبعا ممكن تعمل دايناميك، بس ده دايناميك ده قصه ثانيه حاجه خالص. اوكي يعني الدايناميك البلوك ده قصه ثانيه خالص، ده فيه حوارات وشرح كبير، ده ممكن يضيع محاضره كامله باشمهندس صلاح في النقطه دي، لان البلوكات على فكره مش موضوع سهل، البلوكات كتير جدا تمام، وفيها شغل كتير قوي 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 تمام. اوكي فطبعا هيضيع مننا للاسف وقت، وده مش يعني مش هيسمح الموضوع ده، بس ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنه بعد كده. باشمهندس فريال، لا انا بعمل لباب باب يا باشمهندس، ما هو اصل انا مش هقدر، اصل لو خدت الثلاثه كده كلهم في جروب واحد هاجي اخدهم كابي هيطلعوا كلهم معايا مع بعض، لا انا عايز واحد واحد بس، يعني عايز واحد في واحد فقط لا غير، جروب كده ده وجروب لده تمام. اوكي بحيث ان انقل كل باب في مكانه، يعني ده هتنقل لوحده وده هتنقل لوحده وده هتنقل لوحده. فهمتيني باشمهندس فريال؟ وضحت؟ اوكي ماشي. طيب في بقى فايده مهمه جدا لموضوع الجروب ده، تعالى بقى دلوقتي انا البيبان بتاعتي هنا صح، وعندي بيبان، المفروض ان الباب ده يكون مفتوح من هنا صح كده، المفروض ان الباب ده يكون مفتوح من هنا صح ولا غلط؟ انا هعمل كده ايزوليت للبيبان والحوائط، هعمل كده سيلكت سيميلر، كليك يمين كده في اي مكان فاضي اقول له سيلكت سيميلر، واقول له اعمل لي ايزوليت للايه، للبهوات الاثنين دول، الحيطان والبيبان. طبعا الحيطان زي ما انت شايف كلها مقفله اهي زي ما احنا متفقين، والدنيا عندنا زي الفل. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج افتح الايه؟ مسافات البيبان دي صح كده ولا في حاجه غلط؟ الدنيا كده معايا تمام؟ طيب هعمل ايه؟ ماشي انا ازاي اعمل بقى القصه دي كلها؟ انا يعني دلوقتي انا عملت مالتي لاين يا باشمهندس والدنيا عندي تمام، وهنا انا عارف ان انا موضوع تريم عندي مش شغال، هقول لك لا هنا بقى لو انا خدت كده وقلت له تريم وجيت اقطع خلاص هنا ماشي، لو جيت كده قطع، بص بقى اعمل معاك ازاي؟ ايه الكلام ده بقى؟ هقول لك هنا من ضمن بقى الحاجات الجديده اللي مضافه للبرنامج ان انا الجروب مع المالتي لاين يشتغل مع تريم. فهمنا حاجه؟ الجروب مع المالتي لاين بيشتغل معاك ايه؟ تريم، زي ما انت شايف كده بالظبط اهو، بقدر اعمل تريم عندي. خلاص؟ اوكي؟ يبقى انا عندي كده الموضوع سهل جدا 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 ان انا الجروب ده، عشان كده شوف برضه دي من ضمن فوائد الجروب، مش مجرد بس ان الكونتينر عشان الحاجه انقلها كويس، لا في حاجه عندي هنا حصلت غلط مش عارف ايه هي. برضه كده ليه بقى؟ ايه ده؟ في حاجة عندي هنا غلط مش مفهومة، ماشي ما علينا. خلاص؟ فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فأنا عندي كده، لا في عندي حاجة هنا، الميرور ده عندي عمل مشكلة ما أعرفش ليه يعني. ماشي، خلاص هبقى أصلح النقطة دي بعدين يعني، أو في عندي حاجة هنا مش واضحة. أوكي؟ يبقى تاني أهو، موضوع الجروب تاني يا باشمهندسين، موضوع الجروب عندي اللي بتكلم فيه، إن الجروب هنا من ضمن مميزاته، من ضمن الأوامر أو التعديلات الجديدة، إن هو بيعمل ترم مع المالتي لاين. يعني من ضمن الأوامر الجديدة بتاعته إنه بيعمل إيه؟ أنا عامل كده سيلكت سيميلر. اوكي واعمل كده ايه ايزوليت. اوكي ماشي ده جروب اهو، انا سايب الباب جروب، خد بالك مش تنقله وتفكه، لا سيبه زي ما هو جروب خلاص. فلو خدت سيلكت كده على الحوائط كلها اهي، ورحت واخد قايل له امر تريم كده بتاعي اهو، لو جيت اقطع بقى هيقطع معاك عادي جدا، بس طبعا خد بالك هو بيقطع من اتجاه واحد، يعني بص انا بقطع من بره اهو، لو من جوه هيشيل لك الايه الخط كله، تقطع من الوش كده من بره او كليك، بص بيعمل معاك زي اهو تمام اهو كده على طول تمام اهو، من بره كده ببتدي اشيل ايه، اشيل بيبان كلها. يبقى ترم هنا بيشتغل مع المالتي لاين اللي ما كانش شغال قبل كده لو انتوا فاكرين، ها بيشتغل مع ايه؟ لما يكون في جروب تمام، عشان كده انا قصد ان اعمل باب جروب. الحاجات دي كلها طبعا حاجات يعني ممكن تكون ما كناش عارفينها قبل كده، بس الحاجات دي مهمه جدا في الشغل بتاعنا. طب السؤال هنا يا باشمهندس، ما انا كنت عامل كلوز، خد بالك الكلوز ده اللي كنت عامله فيه الكابس تمام، خلاص عامله عشان كده انت كده قطعت بوسط الدنيا. طب ما تيجي نقفل لير البيبان كده، ايه رايك؟ شفت قوه المالتي لاين هنا عامله ازاي؟ هو قطع عمل تريم وقفل لك برضه، حافظ لك المالتي لاين يكون ايه؟ كلوز تمام؟ فدي حاجه ممتازه جدا، يبقى انا كده عندي الدنيا زي الفل، مظبط حاجتي وطالع تمام التمام خلاص، والدنيا زي الفل. حتى بص ساب لك المحكيه الحته الصغيره اهي، شايفها كده؟ خلاص ساب لك كل حاجه زي ما انت عايز تشتغل عليها بمزاجك تماما. تمام كده يا باشمهندسين؟ واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ لا باشمهندس فريال، الجروب مهم جدا، جروب مهم جدا، انا بركز في خد بالكم انا بركز في الشغل ده على الاوامر اللي هي اساس شغلنا تمام. يعني الورك شوب ده كله انا مش بشرح كاد، لا انا بشرح لك اللي احنا محتاجينه من الكاد، يعني خلاصه الشغل بتاعنا اللي احنا محتاجينه. اوكي تمام كده باشمهندسين، حد عنده مشكله؟ طبعا لو عندي مشكله في الحيطان دي ممكن اعمل ميرور على طول الحيطان بالبيبان دي على طول الناحيه الثانيه، يبقى انا خلصت الجزئيه بتاعتي دي. حد ليه اي سؤال في اللي انا قلته ده؟
حد لاقي استفسار او سؤال عن الكلام ده كله؟ تمام، كويس قوي. انا كده بالنسبه لي ملف الكاد يعتبر جاهز وخلصان، خلصت بلكوناتي، شبابيكي، بيباني، كل حاجه تمام، عملنا ريفيجن على الرسم بتاعنا كله، كل اللي احنا محتاجينه. كل اللي انا عايز اوضحه مهم جدا بالنسبه لي، الليارات تكون كويسه جدا، اليونتس بتاعتي تكون مظبوطه، خلاص كل حاجه واضحه ومحدده. ماشي، طيب خلصنا الرسم بتاعنا الحمد لله. طيب النقطه الثانيه بقى دلوقتي، افرض يا باشمهندس الراجل جاب لي ملف كاد، بس يا باشمهندس الملف ده ما كانش معمول مالتي لاين. هنا بقى السؤال الثاني، انا دلوقتي جاء الراجل جاب لي ملف كاد يا باشمهندس، وطبعا مش كل المهندسين بيرسموا مالتي لاين، ومش كل المهندسين عارفين اللي انا بعمله ده، خلاص. فانا دلوقتي يا باشمهندس هعمل ايه؟ انا عندي مشكله. تمام، انا هرسم البلان ثاني كله. تمام، يعني انا دلوقتي لو عندي انا مشكله دلوقتي في الراجل رسم الكلام ده كله مثلا، بس الرسم ده مش مالتي لاين، مجرد خطوط. اوكي، مجرد خطوط. يعني مثلا تعالى ناخد مثلا ايه، اخد مثلا ده كده كوبي على جنب كده، ماشي، كوبي اوكي، واخده على جنب كده، واقول لك ان الملف ده كله ماشي. هقفل كده البيبان والشبابيك برضو عشان تبقى الدنيا عندي تمام. ادي البيبان وادي الشبابيك، اوكي، ها تمام. فالراجل جه قال لي هو العمدان بس اللي ايه اللي مظبوطه عندي، يعني العمدان فقط اللي ايه اللي مظبوطه عندي، وقف العمدان كمان. لو جيت كده هو مفاجئ كل الكلام ده، اعمل له ايه؟ اكسبلود كانه خط كده. فالراجل بعتولي خطوط كده هندسه، بص اهو كل خط لوحده شايف تمام كده هندسه، البلان اللي جاي لي تمام ماشي كله كده خطوط. فطبعا ده بالنسبه لنا في الماكس هيبهدلنا اخر بهدله، عشان اكون صريح معاك، الشغل ده لو دخل خطوط كده في الماكس هيبهدلنا بهدله فظيعه. والناس اللي شغاله ماكس وعارفه الكلام ده، هتخش بقى في فيرتكس ومش فيرتكس، هتعمل ويلد والكلام ده كله، هيبقى الموضوع بصراحه كله الى المالتي لاين. تمام بالظبط كده، كله اه كده هيبهدلنا اخر بهدله. طب يا باشمهندس، اما دلوقتي الراجل اللي باعت لي ملف الكاد تمام، مش بتحاول كده هقدر سمه تاني يا باشمهندس؟ هقول لك لا، بحول الملف ده لحاجه اسمها ايه، البولي لاين. يعني ايه؟ تعالى كده، انا عندك ده مقسوم اهو، شايف كل خط لوحده، اوكي، ادي خط اهو لاين، وادي لاين، وادي لاين، كله مفكوك اهو، صح كده؟ كل اللي بعمله بمنتهى السهوله بقوم جاي كده واخد الجزئيه دي مثلا، طبعا انا ممكن اعمل على الكل بس انا بديك اكزامبل يعني كده، واروح على امر جوين، امر جميل جدا، بقول له جي ها سبيس، بص كده بعمل سيلكت، راح محوله لك ايه؟ ها كانه مالتي لاين بالظبط. اوكي يا باشمهندسين، لان دي مشكله برضو حد كان سالني فيها، قال لي طب يا باشمهندس افرض جاب لي ملف الكاد بس هو مش معمول مالتي لاين، الراجل شغال لاين واوفست، تمام هرسمه كله من اول وجديد؟ اقول له لا، انت ممكن تعمل جوين على طول تشتغل عليه. اوكي، يبقى انا ممكن كده مثلا سي مثلا تعالى مثلا حاجه زي كده، ده لاين اهو مفصول ماشي، ادلت مثلا ده كده ودي لاين اهو، خلاص ممكن اعدي بقى كل الكلام ده كده. لو انا جاي مثلا لاين كده مثلا اهو تمام، ادي الحيطان بتاعتي. طبعا لو في اي تعديلات ممكن ايه اعدلها هنا كده سريعا بالمره، بما اني عملت اكسترود، وهنا برده مثلا حاجه زي كده ممكن اخد هنا ترم بقى تمام، ترم واشيل بقى ايه ده وده مثلا، خلاص اوكي. بس المفروض ان عندي ده الحيطه دي هتقفل مع ده، خلاص، والحيطه دي يا باشا هتقفل مع ده، اوكي، يبقى دي هتقفل كده ودي هتقفل كده، والمفروض ان دي ايه تمام، هي دي بقى تشيل معايا كده كده كليك، واقفل ايه الجزئيه دي مثلا كده تمام. يعني ده المفروض يقفل لي هنا كده، طبعا ممكن تعمله ترم عادي ما عنديش مشكله يعني، خلاص ممكن تعمل ترم، بس انا بشوف بس كده الخطوط او كده مظبوط تمام، واقدر اديله لاين برضو عندي كده. يبقى كده ظبطت الايه الدنيا بتاعته، ده برضو اقفله كده بلاين، ده مش مقفول اهو، اقفله كده بلاين خلاص تمام، الى اخره من اللي احنا بنتكلم فيه ده. ده برضو كده اهو، او ممكن اشغل كده ايه عشان اخلص على طول بسرعه تمام، واشيل بقى الفاصل ده كده ديليت تمام اوكي، وهنا برضو لاين اهو. طبعا الحاجات دي كلها ممكن اعملها واعملها ميرور على طول. طيب باشمهندس الحل بقى هنعمل ايه؟ تمام ماشي، الحل هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ طبعا البلكونه ممكن اقفل برضو البلكونه عشان تبقى بعيده عن وجع الدماغ بتاعي ده. اه ده خلاص احنا فكينا الدنيا، فهتلاقي الدنيا ايه مش ماشيه معانا، فناخد البلكونه دي كلها اللي هي محطوطه في لاير التيرس تمام اوكي، ونقفلها عندنا عشان تبقى ايه مفيش فيها مشكله. ادي الحوائط بتاعتي. طب يا باشمهندس كده الدنيا عندي خلاص، انا ظبطت كده، بس انا الملف زي ما قلت لك جاي لي مش مظبوط، الملف عندي جاي لاين مش بولي لاين. ممكن برضه اسيب ده كده، الحته دي برضه كده فاصل اهي، ممكن اضم دي على دي، صحيح هي خرسان بس ممكن اضم دي على دي كده، خلاص تبقى ايه طالعه كلها معايا اكسترود حته. طب هعمل ايه؟ هم واخد كل ده كده سيلكتد، بص انا بعمل ايه؟ كل ده سيلكتد كله، وتقول له جوين جي سبيس. لو بصيت كده بص هتلاقي ده ايه بقى بولي لاين، وده بقى بولي لاين، واخدين بالكم؟ وده بقى بولي لاين تمام، وده بقى بولي لاين ماشي. فهمنا الكلام ده كده يا جماعه؟ موضوع سهل جدا، يعني انت ما جالك مشروع كاد
ما تتعبش نفسك انت، كل الموضوع بمنتهى البساطه والسهوله. كل مطلوب من حضرتك انك ايه تعمل سيلكت على الكل، بس اتاكد ان ما فيش اي ايه حاجه مفتوحه. يعني بص انا كنت ببص على البتاع لقيت مثلا التيرس مثلا مش مقفول، قفلت من هنا مثلا كلوز حاجه مش عارف ايه حاجه كده، ببتدي ايه اظبط إيه التفاصيل بتاعتي عشان ابتدي اشتغل عليها مظبوط. اوكي، وسيلكت على الكل واقول له ايه ها جي اهو امر جي اللي هو جوين سبيس، خلاص هتلاقي كل حاجه بقى عندك ايه ها بقت معمول عندك ايه مالتي لاين. اوكي، ما بيبقى باين باشمهندس محمد. يعني انا مثلا لو عملت لك كده تاني اهو لاين اهو، بص كده لو بصيت عليه كده اهو كل خط لوحده شايف اهو تمام مش منفصل، يعني دوس على خط كده كل كل خط سيبريتد منفصل. اوكي، انما البولي لاين لما ترسم عليه او المالتي لاين لما تدوس كده بص يديك الاوبجكت كله، شايف جايب لك الحيطه كلها من فوق لتحت. لا 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 مش هتب مش هتب يعني مش هيقول لك ده عامل ازاي، بس انت بتختار اي حته كده تشوف الدنيا عامله ازاي. تمام يا هندسه؟ اوكي؟ طيب ممكن بقى واخد كل ده كده او ماسح بقى الجزء ده كده خلاص ديليت، واظبط بقى الناحيه الثانيه اللي انا كنت شغال عليها دي. ممكن اخد الجزء ده كله اعمله ميرور افضل واريح دماغي عشان ايه؟ تمام كده اهو، طبعا كل التفاصيل دي كده اهي. تمام؟ هناخد الجزء ده كله، في اي تعديلات هنا ولا حاجه؟ مفيش اي حاجه، تمام الحمد لله. يبقى ناخد ايه؟ كل ده كده ها سيلكتد ونعمل له ايه جوين جي سبيس، وبعدين ناخد الجزئيه اللي احنا كنا سايبينها دي اللي هم دول كده كلهم مع الحيطه دي موجوده، لا يبقى الحتتين دول برضو كده ماشي، ونعمل كل ده ايه ميرور على المنتصف بالظبط، يبقى ظبطنا البلان بتاعنا. تمام خلاص، يبقى انا كده ظبطت البلان بتاعي، حولته من ايه من لاين لبولي لاين، اصبح عندي كده البروجكت بتاعي جاهز. طب لو جيت بقى اجرب الامر بتاعكم اللي ايه اللي انتوا كنتوا النهارده كلكم عمالين تحتاروا فيه، لو انا خدت كل ده كده ورحت اعمل له اكسترود الامر بتاعنا تمام، ورحت طالع بيه كده المشروع على طول مره واحده، قلت لك ارتفاعه 3 متر يا هندسه مثلا، خلاص ايه رايك بقى في القصه بتاعتك دي كلها؟ مشروعك طلع كله ها مره واحده واتظبط البلان بتاعك، ايه رايك؟ هو ده اللي عايز اعمله في الماكس، هو ده اللي انا عايز اعمله في الماكس. لو انت شغلك طالع مظبوط من الكاد الماكس مش هياخد معاك اي حاجه خالص، هيشتغل معاك هوا مش هتحس فيه باي مجهود. واضح يا باشمهندسين ولا عيد تاني؟ باشمهندسين ازاي واضح الكلام ده؟ يبقى انا كده على طول طلعت هوا خلاص، طلع معايا الامر على طول مره واحده من غير اي نقاش ومن غير اي تعب. تمام، باشمهندسه في ريال بتسالني تقول ايش هو الامر؟ امر ايه يا هندسه؟ ما هو ده امر اكسترود بتاع الماكس، امر اكسترود اللي احنا بنعمله في الماكس باشمهندسه في ريال. تمام، يعني هو ده الامر اكسترود اللي احنا عملناه في الماكس، ده هو الامر هنشتغل بيه في الماكس، بس انا بدي اكزامبل عليه هنا في الكاد. اوكي هندسه، هنا كده مش منسين. يبقى انا طلعت بالشقه كلها هي زي الفل والدنيا عندي تمام التمام، وفتحات البيبان موجوده طبعا، اللي في النص دي الفراغات دي الاعمده ها يعني الكولومز عشان اقفل اللير، فدي الفراغات بتاعتها. فانت كده طلعت بكل حاجه عندك زي الفل اهو، حطانك تقدر تفرش وتشتغل على طول حته واحده، بص كلهم جزء واحد اهو والدنيا زي الفل، ما عندناش ادنى مشكله خالص. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى انا كده بمنتهى السهوله طلعت بالمشروع كله خطوه واحده في النقطه دي. يبقى انا لو جالي مشروع كاد خلاص سهل جدا اقدر احوله من لاين لبولي لاين لو في طبعا، وغالبا غالبا بنسبه مش هقول لك 99% لا ده 190% هيجي لك كل لاين للاسف. يعني اي ملف كاد هيجي لك من شركه غالبا هتلاقيه لاين بنسبه بقول لك 200%، مش هقول لك 100% ولا 90% ولا الكلام ده كله. اوكي، فانت هتضطر انك تعمله بالشكل ده. والله مش هنصحك ما اعرفش، بس انا كل المشاريع اللي جات لي كاد للاسف بلاقيها كلها لاين، ما اعرفش ليه، ما اعرفش ليه. لان طبعا ممكن يكون اللي شغال رسام هندسي فمش مهندس، او هو مش يعني ايه مش ملم بالاوامر بشكل كويس، او مش ملم بالامر اللي احنا بنشرحها دي كلها، فدي ممكن تعمل له ايه مشكله فبيشتغلها لاين بصراحه. يعني في حاجات بقابلها كتير جدا، كل المشاريع كل المشاريع، مفيش مشروع جالي مالتي لاين بصراحه، يعني مفيش مشروع جالي مالتي لاين قبل كده، كل اللي بيجي لي بيجي لي لاين. ماشي يا باشمهندس، نعتصم حاضر يا باشمهندس محمد، عينيا حاضر يا هندسه. طيب من المرحله الاولى بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لو انا جالي ملف الكاد على طول من الشركه، وطبعا زي ما قلنا بيجي في شكل صوره، يعني ملف الكاد غالبا مش هيديهولك، حتى لو اديهولك بيديهولك كده خلاص، ملف صوره كده اهو، ملف كاد زي ما انت شايف كده اهو، يقول لك يا باشمهندس دي اللوحه اللي موجوده عندي. يعني هو برضو ممكن مش هديك ملف الكاد على اسطوانه ولا فلاش وكده، هيقول لك دي اللي عندي، فساعتها هتضطر ترسمها زي ما احنا عملنا كده، هتضطر ترسمها زي ما احنا اشتغلنا فيها الوقت اللي فات ده. طيب الطريقه الثانيه ايه بقى؟ ننقل بقى المرحله دي خلاص لان فيها وقت. الطريقه الثانيه ايه يا باشمهندس؟ الطريقه الثانيه سعادتك ان هو يدي لك صوره، فاهمني؟ الطريقه الثانيه ان هو يديك صوره زي كده، يقول لك بص يا باشمهندس وانا بشتري ادوني الصوره دي.
عفوا ادوني الصوره دي يا باشمهندس. اوكي الناس كده راحوا مدين، قال لك بص بقى يا باشا الشقه اهي وفرشها ودنيتها والبروشور ده، على فكره دي معموله فوتوشوب بس طبعا هي مش كواليتي كويس، في كواليتي احسن من كده يعني. اوكي فانا ادوك الصوره دي تمام، وبيديها لك كده تلاقي الصوره دي حتى تلاقيها بص يعني انا مش عارف عندي الصوره، اعتقد ان الصوره دي موجوده هنا اعتقد ذلك. بسم الله فين الصورة فين الصورة فين الصورة فين الصورة؟ هشوفها لكم فين وارفعها، موجودة عندي هنا تقريبا، هشوفها لكم في الملف فين. ماشي المهم خلاص، لأن عايز ابعتها لكم برضه تشتغلوا عليها إن شاء الله. فأنا عندي هنا بيبعت لك الصورة دي يقول لك يا باشمهندس أنا ما عنديش غير الصورة دي أو اللي جات لي في البروشور أو البامفلت أو في التعاقد أو أي حاجة وعايز أشتغل عليها. خلاص فبيبعت لك الصورة، ساعتك المفروض تشتغل عليها. تمام طب هعمل إيه بقى؟ تعالى لحظة واحدة خليكم بس ادور على الصورة، خليكم مع لحظة واحدة، ثانية واحدة ادور بس على الصورة. بسم الله بسم الله بسم الله. معلش يا الصورة تاهي مني في وسط المشاريع، فلحظة واحدة بس بشوف هو الشير وقف صح؟ أنا دخلت على حاجة تانية تقريبا الشير وقف، أنتوا مش شايفين الشاشة. طيب ثانية واحدة بس، ثواني اجيب بس الصورة بسرعة على الهاتفين. بسم الله بسم الله بسم الله. شير كده، الشير رجع تاني صح؟ شايفيني؟ شايفيني كده يا جماعة؟ ماشي اوكي. ايوه الشات معلش. طيب بسم الله، انا كان عندي الصورة فين؟ هشوفها بس حالا في الملفات عندي لحظة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد كانت عندي في الـ هنا. ممكن تكون كلها صور. كوبي ده المشروع اهو، هنطلعه كده بيست على سطح المكتب اهي. دي الصوره يا باشمهندس اهو، اللي ايه اللي مبعوته لك من الشركه خلاص او جايه لك من العميل. خلاص دي الصوره تمام، قال لك والله ده يا باشمهندس لما رحت اشتري الشقه بعتوا لي الصوره دي خلاص او ادوني الصوره دي. اوكي تمام. طيب ساعتك هتعمل ايه؟ ما حاجه بسيطه جدا، الصوره دي هنبتدي نسحبها ندخلها على الكاد ونبتدي نرسم عليها. ازاي الكلام ده؟ تعالى كده نخش في المشروع بتاعنا زي ما احنا شغالين خلاص، وعايز اضيف الصوره دي عندي بعملها ايه؟ الصوره بتاعتي دي باجي هنا من انسرت شايفها خلاص، ايه تاب انسرت فوق اهي، في حد ويتنج؟ لا مفيش. من انسرت هنا فوق واجي على ريفرنس اكسترنال ريفرنس، انا عايز اجيب ريفرنس بره، بعمل حاجه اسمها اتاتش، لكن انا بفضل اشتغل من الاكسترنال ريفرنس كويندو بره كده، بتطلع لي بره كده من هنا من السهم الصغير ده بتطلع لي كده بره عشان ابقى شايف ايه الويندو بتاعت الايه الاكسترنال ريفرنس واشوف انا هضيف ايه. يعني ممكن واحد يقول لي طب انا ممكن اعمل اتاتش من هنا على طول هندسه واشتغل وبتاع والكلام ده كله، هقول لك لا انا بفضل ليه؟ عشان اختار التايب بتاعي. هنا بيجي مثلا في الريفرنس يقول لك انت عايز بقى تعمل ايه، دروينج ولا ايمج ولا بي دي اف الى اخره. فهنا بحب اشتغل انا عن نفسي بفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس هنا، اهلا بيكي. بحب اشتغل من الجزئيه بتاعت الايه اللي انا بظهر الويندو نفسها من السهم الصغير ده تاني اهو، بقول له اظهر لي الايه الويندو بتاعتي. هو بيقول لك انت شغال في بروجكت 1 ده خلاص انا شغال فيه، راجل هنا من فوق واقول له اعمل لي ايه، عايز ايمج، عايز ادخل عندي ايه ايمج يا باشمهندسين. اوكي طبعا واحد ممكن يقول لي يا باشمهندس طب انا ممكن ايه معلش يعني اجيبها دراج ودروب. عفوا اللي انا ممكن اسحبها كده دراج ودروب هنا كده تنزل يا باشمهندس، اقول لك هتنزل مش مشكله اهي خلاص اوكي تمام هتنزل معك. يعني مش هتنزل لا هتنزل، يعني مش بقول لك حاجه ان هي هتنزل او مش لا هتنزل معنا ما عنديش مشكله خالص، هتنزل معاك الصوره اهي ما فيش عندي مشكله خالص. يعني ممكن تاخدها دراج ودروب، خد بالك ده في الاصدارات الجديده قبل 2020 ممكن ما يحصلش كده خلاص، يعني واحد محتار في موضوع الاكسترنال ريفرنس وممكن يتوه في القصه دي كلها، لا انا ممكن اعملها دراج ودروب تاني تمام. بس في ملاحظه بقى هقول لك عليها دلوقتي، ديليت كده اهو، اجي تاني هنا اهو ماشي، اصغر دي كده شويه تمام الشاشه واسحب اهو كليك واسحب تمام واجي انزلها هنا. بس لما انزلها هنا بيقول لك فين النقطه، مش مشكله كليك، بيسالك هنا سؤال مهم قوي، السكيل بتاعك كام؟ فبخليه واحد زي ما هو 1 تو 1 فاهمني، السكيل بسيبه زي ما هو، ليه؟ بجيبها ايه زي ما هي بالظبط ما اعملش روتيت تمام، يعني بخلي السكيل بتاعي واحد لواحد تمام. لحظه يا باشمهندس عمرو احنا لسه شغالين والله، هقول لك حاضر او انا هسيبك كده يعني، ده لازم اقول لك واوضح لك وهنشتغل عليه. تقلقش يا هندسه عينيا، حاضر يا هندسه خلاص. فانا كده رميت الصوره عندي وخليت سكيل 1 تو 1 اوكي، نزلت عندي الصوره اهي ماشي. انت دلوقتي لو قست الصوره دي كده، لو قستها يعني من البدايه للنهايه كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني متر. يعني المشروع ده كله اللي هو عرض
الواجهه بتاعتي مثلا كانت 20 متر صح، دلوقتي كده الفايل ده نازل عندي متر تمام. ده خد بالك ده كده كمان ده غير اللوحه نفسها، يعني ده الصوره نفسها الاجمالي بتاع او البرواز بتاع الصوره كله، ده في حاجات المشروع بتاعي جوه اساسا يعني، مش ده الصوره خلاص يعني، اللي ده الفريم بتاعها بالابيض ده خارج المشروع خالص يعني، ده كله متر. ما بقى المشروع نفسه جوه قد ايه؟ فهمنا؟ طيب اعمل ايه؟ ركز معايا في الخطوات اللي انا هعملها دي كويس قوي قوي قوي. انا هاخد كده سيلكت عليها، بيظهر لي الايمج الاوبشن بتاعها، ممكن مثلا ايه اخففها شويه، اخليها شبه كده ايه شفافه عشان لو هرسم عليها حاجه ابقى شايف. ممكن مثلا التركيز بتاعها ازوده شويه خلاص تمام. التركيز ليه؟ عشان اشوف الحدود دي فاهمني، يعني مثلا سي عايز اشوف الحد ده كده بالظبط، فالتركيز ده بخلي ايه بزود التركيز عشان الحدود او الفاصل تمام معايا بشكل كويس. فهمتوني؟ مش مثلا الخطوط بانت اهي تمام، فاهميني كده كلام البودر؟ لا يعني بحاول اظهر الخطوط بقدر الامكان بشكل جيد يعني تمام، كل ما ازود كده كل ما الخطوط توضح معايا بشكل افضل يعني. طب الاضاءه ممكن اقلل الاضاءه او ازودها تمام عشان تبان معاك برضه، انا بحاول اشوف الحيطه بالظبط خلاص عشان لما اخد ريفرنس عندي يبقى الدنيا مظبوطه، فاهميني يا جماعه؟ يعني بحاول اظهر الخط بقدر الامكان بنسبه مظبوطه يعني. اوكي؟ واضح كده يا جماعه ولا في مشكله؟ ها؟ والفيت طبعا التسديده بيخليها ايه تخف عندي الايه الالوان شويه، والتركيز ممكن اقلله برضه سنه كده بسيطه، يعني بحاول اجيب الحيطه بالنقطه دي. بخليها شفافه يا باشمهندس محمد، فيد اهو. ده كده فيد اهو. تمام؟ ان انا بحاول اقلب، بص اهو شايف كده بقى الايه؟ بخليها شفافه الى حد ما من امر الفيد اهو. اللي هو الادجستمنت بتاعي فوق اهو. اوكي؟ طيب. طب انا دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اظبط السكيل ده. تمام؟ عايز اظبط السكيل ده. يا ترى ايه هنا المقاس؟ انا ما عنديش، خد بالك انا ما عنديش اي دايمنشن. واخد بالك انت؟ يعني اللوحه دي ما فيهاش اي دايمنشن خالص. لو في دايمنشن يبقى سهل. يعني لو الراجل قال لي مثلا من هنا لهنا 5 متر يبقى سهل جدا. خلاص؟ اوكي؟ لا يا باشمهندس مايكل ما عنديش حيطه، انا ما اعرفش الحيطه كام، ما اقدرش اشتغل عليها. خلاص؟ يعني انا ما اعرفش المقاسات الداخليه بتاعتي قد ايه، انت بتقول الحيطه الداخليه، طب انا ما عنديش اي ابعاد، ما عنديش اي دايمنشن خالص. فاهمني يا هندسه؟ انا ما عنديش اي دايمنشن خالص. برضو الفرش ما اعرفش ابعاده. فاهمني يا باشمهندس مايكل؟ يعني انا دلوقتي انا ما عنديش اي دايمنشن، انا بقول لك اهو بالاخر اي دايمنشن. اوكي؟ طب ايه الدايمنشن اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا فيه ستاندرد؟ بالظبط باشمهندس محمد مراد، باشمهندسه شيماء. انا عندي احنا اتفقنا ان الستاندرد بتاع باب الشقه متر صح؟ مش لسه كنا قايلين دلوقتي باب الشقه ايه متر، وباب الاوضه 80، وباب الحمام مختلف. انا عندي يا اما باب شقه يا اما باب اوضه. فهمنا حاجه؟ يعني بلعب على باب شقه او ايه باب اوضه يا باشمهندسين. واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ خلاص واضح. فانا باخد حاجه معلومه باب شقه او باب اوضه، خلاص احنا اتفقنا الستاندرد بتاعه. او ان انت ممكن تلعب لو إيه كده، ممكن تلعب على السلالم، درجه السلم بلاط السلم، بس مش مضمونه برضو لان الدرجه كانت احنا بتشتغل على 30 بس مش ضامن. خلاص الاضمن قوي ان انا عارف ان باب الشقه دايما متر. خلاص واحد يقول لي طب افرض الراجل، اقول له لا الواقع حاجه وفي اللوحه حاجه، اللوحه دايما ثابت متر. انت بقى في الواقع تكبر تصغر زي ما قلت، ده تنفيذ او ده مهندس ديكور في التنفيذ. طيب انا لو جبت كده رسمت لاين، ركز معايا كويس قوي، لاين هاخد لاين عادي وممكن الونه باي لون، وابدا كده بص اظبط ايدي على قد ما اقدر، شايف كده اهو توسيط اهو كده، واطلع بيه لحد نهايه الايه الباب بتاعي اهو، شايفين كده اهو. ده المفروض ان الحيطه بتاعت الباب ممكن الونها لك كده بلون للايضاح برضو، بلاش احمر خليه لون مثلا اصفر مثلا اهو. خلاص ادي باب الايه الاوضه اهو صح، من سور باب الشقه من اول لحد فين لحد الاخر. طوله قد ايه؟ يا نهار ابيض ده 4 سم صح. طول الباب كام؟ 4 سم. هو ده كده المفروض، ده كده الطول ده صح؟ طبعا الطول ده مش مظبوط نهائي خالص. 4 سم ايه يا عم؟ ده انا عايزه 100 سم، عايزه متر كامل، عايزه متر كامل. اوكي؟ طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ بسيطه جدا، ارسم خلاص لاين اهو في كده، وقول له اللاين ده انا عايزه متر. بص المتر قد ايه؟ ما شاء الله تمام. يعني الباب المفروض يكون اصلا فتحه الباب دي قد الايه؟ الجزء ده، الجزء ده كله قد ايه؟ لاين متر. تمام كده؟ طيب اعمل ايه؟ ساعتك هتاخد اللوحه باللاين الصغير ده تمام، اللوحه اللي انت ما تعرفش غير ده، بس انا ما اعرفش هنا في اللوحه ده غير ده متر، واعمل له امر اسمه الاين اي ال، وابتدي اخد من اول الخط لاخر الخط. فهمت حاجه؟ ومن اول الخط الثاني لاخر الخط الثاني. اوكي؟ واقول له سبيس، اسكله هقول له اه، قال لك اتفضل ادي مشروعك، ايه رايك؟ قيس كده ده. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟
عيد تاني. يبقى ده سؤال اللي كان دايما بيجي لي زي ما قلت لكم في ناس للاسف للاسف. حاضر يا باشمهندس حاضر هعيد. ناس كتير قوي بيروح يشتغلوا، وده انا اتكلمت في الموضوع ده المحاضره اللي فاتت، ناس كتير يروح يشتغلوا ومديله بلان يقول له خد ارسم لي ده. تمام؟ الامر ايه ال بالظبط يا باشمهندس عمرو؟ اللاين ايه ال. خلاص؟ فيديله بلان يقول له ارسمه، هو مش عارف يظبطه، لا امسك حاجه معروفه وابتدي اشتغل عليها، تاني اهو كنترول زد. انا خدت الباب وعارف ان الباب متر، بس حاول بقدر الامكان. بص انا حاولت اوصل ايدي، بص انا رسمه من ايه؟ يعني في نص اخر الحلق كده ونصه. تمام؟ انا كل شويه التعديلات اللي كنت بعملها في الصوره عشان البهتان والكلام ده كله، فقط ان انا احاول ابين الخطوط ايه بشكل ادق شويه. ورسمت خط هنا وشفت ده طوله كام. تمام؟ 4 من 100 اللي هو 4 سنتي. وانا عايز الباب يبقى كام بره؟ رسمت لاين تاني. تمام؟ بكام؟ بمتر. خد بالك ان الامر ده واحد كان يقول لي بقى سكيل وخد نسبه واقسم واطرح واضرب وسكل والكلام ده كله، مليون في المية عندك نسبة خطأ. موضوع سكيل بيبقى صعب بالنسبة لنا جدا. طب ليه انا اشتغل سكيل وهو راجل حاطط لي امر جميل جدا اسمه اونلاين بيسكل لوحده بيظبط الدنيا زي الفل. تمام؟ خلاص انا ليه اوجع قلبي؟ لا انا الموضوع بسيط جدا، باخد الصورة مع الخط. ممكن تعملهم بقى جروب، مش جروب انت حر. خلاص؟ باخد الصورة مع الخط، ليه؟ الخط هو الريفرنس والصورة دي اللي انا عايز ارسمها. واقول له ايه ال اونلاين خلاص وسكيل سوري سبيس عفوا، واقول له هات لي من اول خط. خد بالك بقى لاحظ الايه النقاط بتكون مظبوط لاخر الخط، ومن اخر الخط هنا بص كانه بيربط بحبال، شايف كده كانه بيوصل بايه بحبال كده واضحه. واقول له خلاص انا وصلت سبيس. تمام؟ هتسكل، هو بيسالك اهو سكيل اوبجكت ها بيزد اون اعتمادا على الالاينمنت بوينت على النقاط دي. اقول له ايوه يس سكل. تمام؟ هتلاقي بالظبط الايه اللوحه بتاعتك بقت مظبوطه. لو انت قست كده هتلاقي الايه الباب بقى متر. طب ما تيجي يا باشمهندس نعمل ريفرنس كده ونتاكد من كلامك، ما يمكن الكلام ده مش مظبوط. اقول لك تعالى يا سيدي نعمل كده مقاس. خلاص في البلان اهو صح؟ تمام؟ ونفتح الدايمنشن كده نتفرج. الراجل قال لك الايه الدايمنشن بتاعنا كام في كام يا باشمهندس؟ قال لك بص يا سيدي المسافه من الحيطه دي خد بالك حاجه كسره اهي، العمود ده متر 30 والمسافه من الحيطه دي للحيطه دي كام؟ ها؟ 4 و3، 4 متر و3 ايه سنتي. طب ما تيجي نقيسها هنا كده على اللوحه تقريبا. هو هنا في لوحه مزدوجه ولا كبيره؟ لا ماشي نفس العمود. ماشي تعالى كده نقيس هنا العمود ده قال لك متر 30، هعمل لك كده دي اي ديستانس وابتدي اقيس من هنا. بحاول اوصل كده ايدي بالظبط او في النص كده على قد ما اقدر لحد هنا تقريبا اهو. تمام؟ هنا اداني المسافه ايه اكبر شويه، مش عارف ليه في فرق هنا في المساحات اكبر سنه، مش عارف ليه فرق في المساحات دي هنا لحد فين لحد هنا كده كام؟ 5 متر و4. هو كان قايل لي هناك كام؟ 4 متر و4. لا هنا في حاجه غلط في المسافات بتاعتنا. المهم يعني فالسكيل بتاعنا واضح ان في مشكله عندي فين؟ في البعد الباب ده. خلاص؟ تمام كده يا باشمهندسين. نشوف كده تاني اي بعد تاني اقرب نحاول نظبط عليه. المسافه دي 5.5 من هنا لهنا، نقيس كده هنا تاني دي اي نظبط من هنا، نحاول نظبطها كده بالراحه. تمام؟ من هنا لحد هناك كام؟ 5.5 تقريبا. تمام؟ 6 وشويه، في متر زياده. يعني هو في متر تقريبا زياده، يبقى ما كانش متر في اللوحه. الباب ده ما كانش متر في اللوحه، يبقى انت محتاج تظبط السكيل على حاجه ثانيه، يعني ممكن اخد سكيل على حاجه ثانيه ما تكونش الباب ده متر. خلاص نشوف الباب ده تقريبا. طب لو قست الباب ده كده دي اي هيبقى كام؟ من هنا لهنا؟ متر برضه مظبوط. لا ده مش المفروض ده مش متر بقى، المفروض المطبخ ده 80 سم. هو ده ممكن يكون عمل معانا الفرق ده، المفروض ده ما يبقاش متر. خلاص دي غلطه طبعا في الصوره، واضح ان هو كله مثبت كله مترات. فده اللي مبوظ الايه السكيل بتاعي، يعني الصوره حتى جايه بايظه متر برضه. تمام؟ هو ظبط البيبان كلها على متر. طب لو انا ظبطت ده على 80 تمام كده، ده كده المفروض يكون كام؟ ده متر كده زي ما هو عامله. لا انا عايز ده يكون كام؟ 80 سم الستاندرد بتاعه. فهمنا كده يا باشمهندسين النقطه دي؟ وضحت القصه دي يا جماعه؟ باشمهندسين اعزاء الدنيا كده تمام؟ ها؟ باشمهندسين الدنيا كده اوكي واضحه؟ هنا اقول لك ده خليه 80 سم خلاص اللي هو فتحه الباب، واقوم اعمل له اللاين تاني بكل الابعاد بتاعته دي كلها. تمام؟ مع اللوحه واشيل منها ده الجزء ده كده، واعمل لك ايه الالاين تاني واقول له اظبط لي ده على ده، لان ده المفروض يكون 80 سم ما يبقاش متر. سبيس اقول لك سكيل اوكي، فالمفروض ده يكون كام بقى؟ 80 سم بالكامل. تعالى كده نرجع ابعادنا تاني. تمام؟ نقيس بقى كده دي اي الابعاد اللي هو عاملها. خلاص من هنا كده لحد الجزء ده
ظبط بالظبط، شايفين 4.2 سنتي، فهمنا 4.2 سنتي. شفت بقى القصه عامله ازاي؟ تمام، جاب لك 4.2 سنتي، هنا كام؟ 4 وكام؟ و3 سنتي، يعني الغلطه في سنتي. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ يبقى الغلطه فين؟ في سنتي. وضحت ولا عيد تاني؟ تمام، يبقى انا كده ظبطت على باب المطبخ اهو 80 سنتي، اوكي؟ ظبطت على باب المطبخ 80 سنتي، اوكي؟ لان ده خلاص ده مظبوط عندنا. فلما جيت قست الابعاد بالظبط زي ما هو قايل اهو، هنا قال لك كام؟ 4 وكام؟ و3 سنتي، اوكي؟ تمام؟ تعالى كده نقيسه كده تاني، عملت كده دي اي من هنا، من هنا بظبط على الحيطه كده بقدر الامكان اهو مثلا كده، تمام؟ واطلع لحد فوق الحيطه الثانيه، من وش الحيطه لوش الحيطه، خلاص لحد هنا، تمام؟ مديني كام؟ 4 بالظبط، 4 و3 ايه؟ سنتي. لا يا باشمهندس صبري، 3%، مش فارق 10 سنتي خالص. شايف البعد قد ايه؟ بالظبط 4 و3 سنتي، بالظبط نفس الطول. فهمتني يا باشمهندس صبري؟ ده كده جاب لك الطول بالظبط، تمام؟ يعني مفيش اي جاب خالص، تمام؟ الدنيا عندك لما تحط بقى دايمنشن كده هنا من اول الحيطه، اهم حاجه بس انك تحاول تظبط ايدك ايه، توصلها كده بالظبط من السمك لحد فوق كده اهو، لحد هنا كده اهو، تمام؟ هيديك كام اهو؟ ادي المسافه بتاعت حضرتك بالملي، تمام؟ ادي المسافه كام هنا يا باشمهندس؟ 4 و3، وعلوحه كام؟ ها 4 و3. يبقى انت كده باشا وحاطط رجل على رجل كده وقاعد مطمن. طب ده 5.5، تعالى نتاكد برضو مش هنخسر حاجه، ناخد برضو نفس الدايمنشن اهو، اوكي؟ وهبدا كده من هنا من وش الحيطه، بس طبعا ايه، خد بالك ان انت بتاخد من صوره فتحاول تمسك الحيطه كويس، تمام؟ حتى لو متوصل نفسك كده لحد هنا كده يا باشمهندس، لحد الحيطه اللي بعدها، ماشي؟ بالظبط بالملي، بالملي 5.5. يبقى انت كده التطبيقات عندك تمام، الدنيا زي الفل، ادي ال 5.5 وادي ال 34. عايز تقيس برضه عشان باشمهندس عمرو بيقول لي افقي وراسي، هقيس كده 7 كام؟ 32، تمام؟ يبقى ياخد دايمنشن، بحط لك ابعاد اهو دايمنشن، وهبدا من الحيطه دي اهي شايفها، بوصل ايدي في النص كده لحد الحيطه دي كده او وش الشباك، تمام؟ اهو كام يا باشمهندس البعد بتاعك؟ ها ايه رايكم؟ يبقى البعد عندي هنا كام؟ 7.32، اللي هم هنا كام في اللوحه نفسها الام؟ ها كام يا باشمهندسين؟ اوكي، يبقى انا كده اللوحه بتاعتي او الصوره بتاعتي كريفرنس اللي هو جابها لي من البامفلت او البروشور، الريفرنس بتاعي اللي انا اللي هو الباب بتاع المطبخ او الحمام او الشقه، اوكي؟ الدنيا عندي ظبطت 100%. طبعا هو واضح هنا هو في الصوره حاطط البيبان كلها مقاس واحد، يعني ممكن تلاقي 80 سم برضه، اه يعني هو حاطط البيبان كلها بلوك، فاهمني؟ ما عملش زي ما احنا عملنا بقى 80 والايه وال 90 والمتر، اوكي؟ فخدنا ريفرنس على باب المطبخ 80، خلاص باب المطبخ 80 ظبط الدايمنشن بتاعي مظبوط، اوكي؟ طيب يبقى انا كده حليت مشكله صعبه جدا وبتقابل ناس كتير قوي، زي ما قلت لك جات لي منها شكاوي كتير او اسئله كتير قوي من بره مصر ومن مصر هنا، فاحنا كده حلينا. طيب انا كده سحبت الصوره وظبطت السكيل بتاعها. طيب المطلوب من حضرتك ايه بقى؟ ولا حاجه، ابتدي امشي بلاين وارسم، شف بقى، فهمنا يا باشمهندسين؟ ابتدي شف، امشي كده بلاين وابتدي ارسم اللي انت عايز ترسمه. عايز تحط ريكتانجل، طبعا لو قست العمود ده بقى كده شوفه قد ايه، ادي العمود بتاعك مثلا، تقدر تاخد برده العمود كده توسيط اهو، كام كده يا باشا العمود بتاع حضرتك؟ ها استلم متر 30. يبقى انا لو كده خدت ريكتانجل وبدات ارسم بقى العمود ده كده اهو بالظبط، هتجيب لك الايه العمود بتاعك ريكتانجل، وارسم يا باشا، ما حدش هيقول لك اي حاجه خالص. ابتدي بقى ارسم حيطانك، تمام؟ هتشف اللوحه، مش هتاخد منك حاجه، مجرد ايه نص ساعه كده تعمل لك كده فنجان قهوه ولا كوبايه شاي حلوه كده، تمام؟ وتقعد تشتغل نص ساعه تكون شفيت اللوحه بتاعتك وطلعت المشروع بتاعك على طول. يبقى دي تاني طريقه عندنا في الشغل بتاعنا. يبقى اول طريقه عندي ان انا بيجي لي ملف الكاد او صوره، تاني هو براجع مع الناس، او صوره المشروع، تمام؟ صوره كده تبدا ساعتك ترسمها، تاخد الابعاد بقى مظبوطه وترسم، ماشي؟ او ان بيديها لك صوره زي كده بلان، تمام؟ بسحبها دراج ودروب في اللوحه بتاعتي واسكل على حاجه اشوفه، طبعا والافضل تشغل عليه على باب. احنا اشتغلنا على باب الشقه، بس طبعا هو ايه واضح ان هو كان باب الشقه بالنسبه له هو حاطط بلوك واحد، فباب الشقه ما ظبطش البعد، فظبطت على سكيل ايه المطبخ عندي، اوكي؟ او تظبط على باب اوضه 90 براحتك، يعني باب اوضه او باب مطبخ، تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا كده جاهز ان انا اشوف اللوحه بتاعتي، ودي الطريقه الثانيه في الشغل عندي. حد ليه سؤال في الطريقتين دول؟ حد ليه سؤال في الطريقتين دول؟ العفو يا باشمهندس محمد، عليه بس، عليه. طيب
والله بصي يا باشمهندسه، المالتي لاين هنا مش هيظبط معاك لان مفيش اكسات، فيفضل انك تعمليها بولي لاين. يعني يفضل انك تعمليها بولي لاين. خلاص يعني ممكن تاخدي بولي لاين على طول وتشتغل عليه، هيبقى اسهل لك من المالتي لاين شويه، لان المالتي لاين هتحاول توسطاني بقى وكده هيتعبك شويه. فممكن هنا تشتغليها بولي لاين على طول، تاخدي بولي لاين وتمشي المشروع بالكامل من الداخل. اوكي؟ تمام؟ طيب ده كده الطريقه الثانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، احنا كنا بنتكلم في ثلاث طرق، قلنا اول طريقه عندنا عشان الناس برضو ايه تفتكر معايا كده بسرعه، احنا قلنا في عندنا المشروع بتاعنا فيه ثلاث طرق، خلاص؟ اول حاجه ده البروجكت، اول حاجه بيديها لك اللي هو الايه؟ ها الكاد بلان، صح؟ تمام؟ ثاني حاجه يديك اللي هو الايه؟ ها الجي بي جي الصوره. تمام؟ ثالث حاجه ها رفع الايه؟ المقاسات يا باشمهندسين، ودي قلنا دي اكتر شغلنا رفع المقاسات. ده مش كده وبس، انا ممكن بعد ما ارسم دول او اشتغل من دول اروح ااكد منين؟ برفع المقاسات. فاهمني؟ يعني لو حتى برضه اداني ملف الكاد او اداني الجي بي جي، لازم 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 انزل برضه ابص، لازم انزل ابص. ليه؟ لان احيانا في التنفيذ ممكن حاجه تختلف، يعني احيانا في التنفيذ على الواقع ممكن حاجه تختلف، ممكن شباك يكبر شويه، صغير شويه، ترحل شويه، يتعمل كده. فلازم تاني برضه انزل ابص واعمل معاينه للموقع بتاعي واعمل تشيشني كده سريع على المقاسات باللوحه اللي في ايدي او الصوره اللي معايا او الى اخره. تمام؟ طيب انا بقى لا معايا صوره، ده بقى البند الثالث او النقطه الثالثه، انا لا معايا صوره يا باشمهندس ولا معايا كاد ولا معايا اي حاجه خالص. تمام؟ والراجل قال لي والله عندي شقه وعندي الدوبلكس او الفيلا او او الى اخره وعايز اشطبها. هعمل ايه يا باشمهندسين؟ في الحاله دي سعادتك تمام؟ تتفضل مشكورا ان انت هتنزل او هتاخد معاك حد مساعد او اثنين اللي هم القياسين، بيقولوا لنا القياس يعني او بتاع المساحه، خلاص بينزلوا يرفعوا لك المقاسات. تاخد اثنين قياسين كده معاهم متر حلو كده وبلوك نوت جميل. تمام؟ ساعتك ممكن بقى ايه بالذات البشمهندسات، طبعا البشمهندسات مش هتشعبطوا بقى ويقعدوا يقيسوا كده، لا بيبقى فيه معاهم اثنين مساعدين هما بيقيسوا بس، ترسم سكتش وهي واقفه. هوريكم دلوقتي فيديو انا عملته لكم من الواقع، من الموقع هوريه لكم حالا، فيديو صغير كده هوريكم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في الموقع بالظبط. بتنزل معاك اثنين مساعدين خلاص، هما بيقيسوا وانت بتسجل وراهم الداتا بتاعتك، او ممكن يبقى معاك انت مساعد، يعني ممكن تنزل انت معاك مساعد ترفعوا المقاسات سوا مع بعض، دي مش مشكله خلاص، لان طبعا في مقاسات بتبقى حيطان طويله مش هينفع تجيبها انت بايدك، كنت مقاس لوحدي لان كنت شغال لوحدي. تمام؟ فلازم يكون معاك حد مساعد عشان يقدر يمسك قدامك المتر بتاعك. طبعا المتر عارفين ولا مش عارفين المتر اساسا؟ المتر لو وحده القياس هتشوفه دلوقتي في الفيديو. متر وحده القياس لازم يكون معاك، ولازم يكون معاك الايه الكشكول بتاعك او النوتس بتاعتك او السكتش بتاعك في الموقع. تعالوا كده نشوف الفيديو من الموقع ونتفرج مع بعض ونشوف. انا رفعت لكم ايه الفيديو ده اهو، بسم الله. ده الفيديو اعتقد، ايوه اهو تمام. الفيديو ده انا مصوره من الموقع، من الموقع نفسه. انتوا شايفينه ولا مش شايفينه؟ مش منسين الفيديو واضح ولا لا؟ اوكي. ده فيديو انا صورته بنفسي، معلش انا كان الصبح بدري بقى والدنيا واللخبطه، فايه اتمنى بس يكون الصوت واضح والدنيا، ولو في حاجه ايه هوضح. انا شغل الفيديو اهو كله بقى معايا، اشغل لكم الفيديو اهو. اه زي ما انت شغال، زي ما انت شغال عبد، زي ما انت شغال مالكش دعوه، زي ما انت شغال حبيبي. ده الباب المدخل بتاعنا، بيفتح على كل دور زي ما انتم شايفين كده خلاص، وادي الحمام بتاع الضيوف، وادي المطبخ بتاعنا. زي ما انت شغال، زي ما انت شغال عادي مالكش دعوه. تمام؟ ده كده الريسبشن قطعه. تمام؟ اهو ماشي خلاص. تعالوا بصوا الجاب اللي انا قلت لكم عليه، فاكرين الجاب ده؟ شايفينها لما قلت لكم هنا في كاميرا وتحت منها هنا حيطه، فاكرين في الرسمه؟ لما كنا بنرسم كده في الكاد. تمام؟ قلت لكم ان خدوا بالكم ان هنا، خد بقى ده اختلاف عن الواقع، يعني هنا بص خدوا بالكم اللوحه، اللوحه هنا هو قافلها حته واحده، صح؟ فانت تحس ممكن تفتكر ان ده عمود، لا انت لما تنزل، عشان كده قلت لك لازم تنزل تعين في الواقع. فلما جينا رسمناها قلت لك لا خد بالك ان انا عندي ايه؟ ها الجزء ده في تحت منه حاجه هيدن، حيطه مستقله. تمام؟ اوكي؟ فهمنا النقطه دي؟ الخط الداش، الله ينور عليك يا باشمهندس عمرو، فانا هي باينه اهي في اللوحه. ايوه جاب اهي، ماشي، عشان برضه الناس في التصميم واخدين بالهم. اوكي، وده البلكونه او التيرس بتاعنا، وده الجزء الثاني في الريسبشن اهو، شباك مع الجزء ده. والله طبعا دي عندي هنا كاميرا اهو خلاص، وفي عمود موجود عندي في الريسبشن. تمام؟ خلاص ادي جزء الريسبشن بتاعي. تمام؟ طبعا هنا ترتيب بيروح نشغله في باب النجاره بتاعنا. اوكي، طيب لما اجي اقيس بقى الموضوع ده كده في الشغل بتاعي بعمل ايه؟ اول حاجه طبعا انا بيهمني اخد الارتفاع بتاعي، ارتفاع السقف البلاطه بتاعتي من فوق
حد الارض. خد بالكم الموضوع ده مهم جدا في الارتفاع، عشان ساعتك وانت بتفرش تبقى عارف ارتفاعاتك ماشيه ازاي، تاخد بلاطه ارتفاع السقف بتاعك صافي من الداخل من البلاطه لوش البلاطه. اوكي؟ وده طبعا محتاج تنظيف، انا مش عندي في رمل وفي عندي ردش حاجات في الارض. بشوف مكان كويس نظيف اقدر اقيس منه بالظبط اخد الارتفاع الفعلي بتاعنا قد ايه، ماشي؟ اقدر اخد الارتفاع بتاعي المظبوط قد ايه عندي هنا. خلاص فبشوف اي مكان كده يكون كويس اقدر اخد الارتفاع. ده مهم جدا. ثانيا بعمل ايه بقى؟ بجيب بيبقى فيه بلوك نوت بتاعي اهو في ايدي. خلاص؟ بلوك نوت مظبوط ده كده جميل قوي. بجيب افتح عليه صفحه مضيئه كده ومعايا القلم بتاعي الجميل. معلش طبعا الصبح كان الهواء صعب قوي في دور عالي، سامحوني الصوت كان فيه هواء كتير يعني. تمام رجعنا تاني اجيب الكروب بتاعي. تمام ابتدي ارسم كروب. معلش مش سمعت محمد بس الفكره كلها. طيب يعني عايز اقفل الصوت واشرح انا. تمام للمكان اللي انا فيه بالظبط كده. كروكي للمكان كده الصوت واضح؟ بالظبط ماشي. فخليني كده ارسم الكروكي هنا وارجع لكم تاني عشان نشوف المسافه بتاعتنا عامله ازاي. لحظه تقريبا كده كروكي للمكان اللي انا فيه الاستقبال بتاعي. طبعا انا برسمه مش لازم يكون رسم دقيق جدا، الرسم دقيق. كده الصوت اوضح؟ انا برسمه بس كده مانيوال عشان اخد المقاسات بتاعتي عليه. طيب بص يا باشمهندسين، خلاص انا هقفل انا الصوت من هنا من الفيديو واشرح انا بصوتي انا عشان لو كده ايه لو الصوت عندكم مش واضح. اوكي؟ طيب بص هو الملف ده موجود على الجهاز صح؟ اه في فوق عندك في شريط موجود في اخره ثلاث نقط. اه في الثلاث نقط دول ممكن حضرتك تدور على اختيار اسمه يوز كمبيوتر ايديو. يوز كمبيوتر اوديو مش موجود عندي في ريكورد في شات. لا مش موجود. مش مشكله انا هشرح انا بالصوت مش مشكله، وممكن ابقى ارفعه لهم يعني اتفرجوا عليه. تمام خلاص تمام انا هتابع انا بالصوت. تسلم لي هندسه. بص يا باشمهندسين انا طبعا هقفل الصوت لان طبعا انا كنت مصوره في الموقع وفي هواء وفي كده، فانا يعني هشغل الفيديو وهشرح لكم انا عندي على طول يعني. اوكي طيب كده احنا تاني اهو احنا كده بنوضح الفيديو. ادي مدخل الشقه بتاعنا تاني اهو انا بشرح انا بقى بالصوت. ادي مدخل الشقه او ده الشقه ده الريسبشن بتاعها. المدخل دلوقتي هيبان ده الريسبشن بتاعي، ده مدخل الباب بتاع الشقه. المدخل ده الكوريدور بتاع الشقه. اوكي تمام زي ما انتم شايفين كده. خلاص ده المطبخ اللي هو في الوش ده كده. ده المطبخ اهو باب المطبخ، ودي باب الحمام اللي هو ايه في الريسبشن. اوكي تمام. طيب ده كده الريسبشن هيبان معاك بالقطع بتاعتنا ده اول قطعه. وزي ما قلت لكم هنا الجاب اللي هي في العمود دي شايفينها كده، دي الجاب اللي احنا قلنا كده لازم معاينه الموقع. حتى لو جاب لك كاد او صوره لازم تنزل تعاين الموقع. تمام وده العمود بتاعنا اللي هو متر 30 زي ما انت شايف الجاب اهو بوضحها لك. اوكي وده باب البلكونه اللي هو جاي بميل زي ما انت شايف كده. ده البلكونه زي ما انت شايف كده اهي بالظبط. تمام وبعدين الايه الشباك بتاع الريسبشن الامامي. خلاص وبعدين عندك بقى في الايه الجزء الثاني اللي هو احنا بنتكلم فيه اللي هو الايه بقيه الايه الريسبشن. في العمود اللي في النص اهو وفي كاميرا فوق هنا ماشيه مع العمود فوق عشان ناخد بالنا برضه ان في كاميرا فوق اهي وفي العمود عندنا في النص. فين مش عارف حد بيقول لي انكلود اوديو برضه بس ما فيش عندي انكلودنج اوديو. مش لاقي انا انكلود اوديو دي خالص. فيديو سيتنج مايكروفون ممكن تكون هنا. اوديو سيتنج مش باينه. This is speaker switching to phone leave audio setting مش واضح ماشي ما علينا. المهم خلاص فده كده ايه الشغل. طبعا هنا تركيب الباب شغال اهو. طبعا العمال كانوا شغالين معانا الصبح يعني الصنايعي شغالين. خلاص وانا صورت عشان كده انا كنت واقف لوحدي كنت محتاس شويه. المهم قلنا نقطه مهمه جدا لازم اخد ارتفاع السقف بتاعي البلاطه من جوه من وش الارض. خلاص من حته نظيفه طبعا باخد من وش الارض الارتفاع السقف من فوق ماشي من السقف من فوق ماليش دعوه بكام باخد سقف
ايه وببعد عن اي مكان فيه رمل، يعني ما اجيش اقول لي فوت اوف لي في وش فوق رمل كده او راتش وتقول لي انا هاخد المقاس منين، لا انا باجي على البلاطه نفسها تمام في مكان نظيف كده، او انا حتى برجلي كده بنظف لو في حاجه كده، بحاول اوصل لايه للارض الاسمنت نفسه اللي هو الخرسانه نفسها بتاعه البلاطه بتاعتي، بحاول اخد ايه ارتفاع بتاعي كويس. خلاص اوكي طيب طبعا بحاول اعمل معاينه. طبعا هي في كاميرا هنا ما كانتش باينه في الرسم على فكره، خدوا بالكم ان انت لو بصيت في الكاد هنا تمام ماشي مفيش هنا كاميرا، يعني بص هنا الكوريدور مفتوح، فهنا لا في الواقع لقيت في كاميرا، هنا في خطا هنا في الرسم تمام وفي الصوره، يعني في الاثنين في خطا تمام، ان هنا المفروض في كاميرا تمام زي ما انتم شايفين كده في الصوره هنا، لو رجعنا كده خطوه صغيره قوي اهي شايفين الكاميرا دي اهي، خلاص فده خطا في الرسم وفي الصوره يعني في الاثنين، عشان كده قلت لك سواء كان ملف كاد او جالك صوره جي بي تي لازم تنزل عين بعينيك، لازم تشوف يعني في كاميرا اهي، ما اعرفش الكاميرا دي مش باينه خالص، فانت ممكن ساعتك تصمم ومش حاطط في حسابك ان في هنا كاميرا تفاجئ بيها عند التنفيذ. اوكي طيب هبتدي بقى ارفع المقاسات، زي ما قلت لك في بلوك نوت بتاعك الجميل في ايدك كده، ده ما بيفرقكش على طول، ده كده في ايدك وانت سعادتك موجود بتطلع البلوك نوت بتاع حضرتك تمام، وتبتدي ترسم كروكي للمكان اللي انت فيه. خد بالك هنا انت هنا بقى في الرسم في رفع المقاسات انت هترسم اوضه اوضه خلاص، او فراغ فراغ، يعني الريسبشن هترسمه لوحده، غرفه النوم لوحدها، المطبخ لوحده، الحمام لوحده، ترفع مقاس كل جزء مستقل. عشان كده المعاينه دي بيبقى ليها رسوم، يعني لما تيجي تنزل معاينه ليها رسوم منفصله عن التصميم او بيتم تحميلها على التصميم. اوكي؟ لان انت بترفع مقاسات بتنزل مساعدين او بتنزل قياس يقيس المكان ده كله، فده بيبقى ليه رسوم، بتقيس انت المكان بتفاصيله خلاص؟ فلازم تاخد بالك من النقطه دي، فبترفع فراغ فراغ زي ما قلنا، بتجيب البلوك نوت. طبعا انا بفتح بس البلوك نوت كده واطلع القلم. اوكي؟ خلاص بجيب البلوك نوت زي ما انتم شايفين كده، ببتدي افتح واطلع القلم كده وابتدي ارسم كروكي للمكان اللي انا فيه، مش لازم رسمه يعني خلاص لا كروكي. اوكي برسم كروكي كده للمكان اللي انا فيه تقريبا ريسبشن. اوكي فابتدي كده ارسم انا الكروكي واوريه لكم دلوقتي اهو، ده كده اترسم الكروكي اهو شايفينه كده، ادي شكل الكوريدور، ادي باب المطبخ والحمام، باب الشقه، وادي الفراغ الاولاني اللي فيه شباك ده، يعني عامل كده شباك كده مشخبط شويه بس يعني معقول خلاص، طبعا الهواء مضايقني شويه بس ايه عادي بقى اهو كده كروكي اهو شايفينه كده، فانا رسمت الفراغ، ادي الشباك، وادي الفراغ وانا عامله داش ده اهو لو انتوا واخدين بالكم عشان اخد بالي من النقطه دي، وادي عمود، وادي باب البلكونه، وادي الشباك الثاني، وادي العمود والكمر، وادي الايه الجانب فيه عمود برده صغير والباب. اوكي ده رسم كروكي، خد بالك انت بترسمه كده، سمك بقى الحيطه ومش سمك الحيطه والكلام ده كله يعني دلوقتي اوكي، لان انا برفع مقاسات من المكان، سمك الحيطه ده لما اجي اشتغل فيه الكاد، انا برسم الفراغ بس من الداخل فقط ومقياسي من الداخل فقط. واضح الكلام ده كده يا جماعه؟ طب تعالى كده نشوف بقيه الفيديو. اوكي اهو ده كده اوضح الصوره، اوضح شويه، خط الداش تبان اهو، انا عامله كده قصدي عشان ابين ان في ايه؟ ها مسافه او في حيطه داخليه، وهنا برده داش للكاميرا اهو، خلاص شايفينه خاطين مع ايه؟ مع العمود، وفرق طبعا ان هي مش على وش العمود، لا هي داخله ايه؟ لجوه شويه. وضحت البيبان وفتحه الباب فين عشان اتجاه دخولي، وباب المطبخ وباب الحمام، وادي الشباك عملته كده شرطتين وكبرته شويه كده ايه عشان يبان هنا في شباك. طبعا انا عارف انا رافع المعاينه وانا شايفها بنفسي تمام اوكي. طيب ببتدي كده بقى في ايه، معلش انا وقفت كده على الشباك عشان ايه باشمهندس محمد بيقول لي في كاميرا جنب الباب. تمام ده صحيح، لا مش جنب باب الشقه، جنب هنشوف دلوقتي، هنشوف المقاسات دلوقتي هنبص عليه خلاص. فانا هنا ايه بقول لك، انا كده رفعت المقاسات، حددت الامداد، ده مدخل بتاعي باب الشقه، انا بوضح طبعا ايه ليا انا او لو حد هيرسم، يعني انا بوضح عشان لو في هديها الرسام عندي في المكتب او حد من الزملاء اللي معايا هيرسمها، فانا بوضح له الدنيا عامله ازاي. وادي الباب، وادي الشباك زي ما بقول لك كده ايضاح الشباك خلاص، وزي ما قلت لك كده الشرح بتاع الايه ده العمود اهو، وده الداش ده اهو بوضح لك ان في داش اهو، انا برسم كده بوضح لك انا برسم ازاي وشغال ازاي، وده العمود وده باب البلكونه، وطبعا بيبقى مايل مع الحيطه اهو، بوضح لك ادي الباب اهو زاويه الميل بتاعته ماشي، والشباك اللي انا واقف قدامه ده دلوقتي اللي بصور لك منه، يعني ده الشباك اللي انا ايه واقف عليه، ودي الكاميرا اهي تمام اللي كان بيتكلم عليها كده، ادي الكاميرا فوق اهي ماشي، هنا مفيش كاميرا، هناك يا باشمهندس محمد اللي انت بتتكلم جنب الشقه مفيش كاميرا تمام، وادي الكاميرا فوق اهي في الفراغ اهو موضحه فوق اهو تمام،
زي ما انت شايف كده بقى له داشت كده اوكي، وهنا برضو بتكمل معايا الكاميرا والعمود في النص. اه تمام، وهنا برضو هبص العمود هنا مفيش كاميرا فوق اهي خلاص اوكي، يعني انت بصيت كده هنا مفيش كاميرا، فانا راسم بس ايه مسافه العمود فقط لا غير. تمام. اه انت قصدك الكاميرا اللي قلت عليها اللي فوق دي. عفوا. تمام. فالكاميرا اللي فوق دي تبقى حد الايه الريسبشن، تترسم مع الطرقه. تمام، انا برسم ريسبشن بس فقط دلوقتي، يعني تركيزي كله على الريسبشن فقط لا غير. تمام اوكي. طيب ببتدي اشوف كده الابعاد بتاعتي، وابتدي بقى اقيس عندي، وابتدي اسقط ده العمود اهو زي ما انتم شايفين، رسمت العمود كده وطبعا مفيش كاميرا، وادي الباب. تمام خلاص. هاخد الارتفاع زي ما انتم قلت، الارتفاع ده مهم جدا، لازم اخد الارتفاع بتاعي، بكتبه كده عشان يبقى معروف عندي. هبتدي بقى معلش انا هستعين بقى بحد من اللي هناك، لو انا مش عارف اقيس، عشان كده بقول لك لازم يكون حد معاك، لان انت بترسم وبتسجل وبتقيس. تمام، فطبعا لازم يكون معاك حد، او يكون معاك اثنين قياسين بيقيسوا قدامك وانت بتسجل على البلوك نوت، يعني ما بقاش واحد لوحده بيعمل الموضوع ده، اثنين على الاقل او ثلاثه. اوكي، اثنين او ثلاثه، عشان بعض الناس تبقى ايه فاهمه النقطه دي، واحد يقول لك يا عم ده انا انزل اقيسها ومش عارف، لا الموضوع مش بالسهوله انت متخيلها، انا موريك فيديو من الواقع عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اه طبعا ده التصوير اهو، استعنت بواحد معايا، ده المتر بتاعي اللي انا بكلمكم عليه، طبعا ده باستمرار في جيبي ما بيفرقنيش. خلاص، ده المتر وحده القياس بتاعتي اللي بقيس بيها. خلاص، لازم على الاقل المتر ده يكون مش اقل من 5 متر. تمام، في امتار بيبقى 5 وفي 10 وفي 3 و2 و1 الكلام ده، بس الحاجات دي طبعا صغيره، اقل حاجه بيبقى 5 متر ماشي، او 10 متر برضه عشان تبقى انت في الصوره. ببتدي اقيس كده زي ما انت شايف اهو. خلاص، من اول حيطه بالظبط، اخد جزء جزء واقيس وابتدي اسجل على طول وحدات القياس بتاعتي، واجي على ايه على البلوك نوت كده واسجل دي قد ايه، وخد بالك انا بقيس بالسنتي. تمام، فتحه الشباك على الواقع، لان خد بالك الشقه زي ما انت شايف نص تشطيب، نص تشطيب على المحاره، فانا بقيس الفراغات اللي بعد ما اخلص محاره واركب حلوق واخلص كل حاجه. تمام، ببتدي اقيس اهو واحده واحده كده زي ما انتم شايفين. واخد برده جنب، باخد كل جزء في الحيطه زي ما انتم شايفين كده. تمام، وخد بالك برضو باخد الجلسه دي اللي هي الجزء اللي تحت ده، شايفين الجلسه دي برضو، عشان لو هتفرش هنا حاجه هتحط مثلا سي مثلا ركنه، او تحط فوتيه، تحط اي حاجه هنا لازم ايه واخد بالك. مش عاوز اتصرف، الحاله دي بتبقى ماشيه معانا بالسنتي افضل. اه والله بصي انت حره، عايز تكتبي متر ماشي، تكتبي سنتي ماشي، بس هنا في الحاجات دي هتلاقي فيه فراغات، يعني هتلاقي الشباك ده متر 43 في متر 43، فبعملي 143 على طول، مش هكتب 1 بوينت كذا. تمام، لكن انت حره في الموقع براحتك اللي انت بترتاحي له اشتغلي بيه. اوكي، لا بس الاثنين مع بعض في رسمه واحده عشان ما يتوهكيش. خلاص، الاثنين مع بعض ما يتوهكيش، خليكي تشتغلي كله بالسنتي كله بالمتر، عشان لما تيجي ترسمي في البيت او تراجعي ما تلاقيش الدنيا عندك بايظه. باشمهندس احمد بالظبط، في متر ليزر بيرفع المقاسات دي كلها. اه تمام، زي ما في شير بليزر دلوقتي، خلاص كله بقى بليزر افضل. اوكي، العفو يا هندسه، ممكن تشتغل بالمتر ليزر ما فيش مشاكل خالص، بس طبعا المتر ليزر اصلا غالي مكلف. اوكي، باشمهندس مايكل، ابلكيشن موبايل مش دقيق قوي، يعني ابلكيشن الموبايل ما بقاش دقيق قوي، انا يعني بيهمني الدقه في المقاسات عشان تبدا تطلع شغل مظبوط. اوكي، يعني برضو ابلكيشن موبايل جربته كذا مره ما بيدينيش الابعاد مظبوطه، خلاص بيبقى فيها جاب برضو. تمام، الليزر لا اوكي، ممكن الليزر يديك المقاس مظبوط. الثانيه اللي هو المتر العادي ما فيش مشاكل خلاص، بس الليزر طبعا بيبقى مكلف، ثمنه غالي يعني. طيب انا هنا بسجل بقى البيانات بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين انا لوحدي محتاس، يعني عمال امسك ماسك البلوك نوت وارسم. بص يعني هنا مثلا حته زي دي، بص المتر بقى ايه بدايه، لازم حد يكون معاك بيمسك معاك خلاص تظبط الدنيا. بص عشان انا يعني ايه او خلاص بقى، يعني عشان كده بقول لك على الاقل اثنين، ما حدش ايه يتشطر ويقول لك انزل اقيس لوحدي. المهم ده كده سيستم انك ترفع المقاسات بتاعتك. خلاص، طبعا انا بحاول اثبت على مقاسات واخد الايه الابعاد بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، واقول لك مثلا الله البعد ده قد كده، ابتدي اسجل الابعاد بتاعتي على اللوحه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اوكي، زي ما انتم متابعين اهو بالظبط يا باشمهندس محمد، عامله ليكم مخصوص بصراحه. اه لا مثلا انا عندي البلان وعندي كل حاجه، انا عندي الابعاد، بس انا عايز اوريك انت ما تنزل تقيس في الموقع ازاي، يعني عامله لكم مخصوص زي ما انت قلت كده بالظبط، عشان اوريك بنزل ارفع مسات ازاي. لا لا يا باشمهندس محمد، انا كده كده في الموقع عادي يعني يا باشا، ولا يهمك.
خلاص. بص بقى برضو الكاميرا، سقوط الكاميرا خد بالك في تفاصيل كتيره قوي، يعني سقوط الكاميرا نفسها من السقف لازم اقيس السقوط من فوق قد ايه والبروز بتاعها قد ايه. خلاص هنا برضو كده اهو ابتدي اقيس، شايف بالمتر كده اهو ابتدي اقيس السقوط بتاع الكاميرا. كل الحاجات دي مهمه جدا في التفاصيل عشان وانت بتفرش خلاص تبقى عارف انت شغال ازاي. حتى برضو في حساب الكميات تقدر تشتغل كويس، عايز تجيب مثلا ورق حائط في الحته دي فانت عايز كذا في كذا، هتحط مثلا سيرو 5 ناين فانت عايز كذا في كذا، تمام. الحاجات دي كلها بتبقى مهمه كده. وببتدي اكمل بقى بقيه الايه الغرفه بتاعتي. عايز بقى اجيب بقى بتاعت السقف، هشعبط دلوقتي عشان احاول اجيب بتاعت السقف دي. خلاص تجيب الارتفاع، بص بشوف مكان كده منظف كده برجلي يكون على البلاطه بالظبط، وابتدي ارفع. طبعا ما بيبقى بيفضل برضه ما بقاش لوحدي، لان طبعا زي ما تشوف ايه الموضوع بقى معاناه فظيعه، يعني ممكن ايه عارف انت بص كده يعني شوف هذا اقعد اتخانق انا كده شويه. الله يبارك لك يا باشمهندس احمد، الله يعزك يا رب، يا رب ربنا تقبل يا رب، الله يبارك لك يا رب. تمام، عشان كده باكد تاني ما حدش يفتكر ان هو ينزل لوحده، اوكي لازم على الاقل اثنين او ثلاثه ممكن يقيسوا وانت بتسجل وراهم القيم. طبعا انا عمال اتنطط بقى زي ما انتم شايفين كده، عمال ايه برجلي وبايدي وعمال ايه بحاول اظبط الايه الارتفاع بتاعي كده. فانا كده الحمد لله ظبطتها في الاخر، وبص على الطول تمام، فهتلاقي بوريكم المعاناه بالظبط كده يا باشمهندس محمد. خلاص اوكي، عشان كده دايما انا بفضل لما في شغل رفع مقاسات بفضل ان هو يكون في رسوم عليها، لان طبعا الناس بتنزل تتعب جدا جدا في الشغل ده. طبعا خلاص هنا بقى بوريك انا ببتدي اسجل الابعاد بتاعتي اهي زي ما انت شايف على اللوحه. طبعا انا سجلت بس حيطه واحده عشان ايه الوقت بتاع الفيديو. هنا بقى 120 سنتي الجزء ده 143، الارتفاع كان 2 متر 75 صافي. هنا 120 وهنا 143 135 هكذا، ببتدي اسجل الايه الجزء ده كله. مصطفى محمود رجل تاني يا رجاله جزاك الله خير. يا مش للدرجه دي يا باشمهندس محمد، مش للدرجه دي قوي يعني. تمام، فهنا كده ابتدي اسجل زي ما انت شايف كده الابعاد والايه والقيم عندي بالظبط على اللوحه. باخد بقى كل جنب تمام بالظبط كده بسجل عندي كل القيم دي كلها. اوكي، نقاط ثانيه برضه هنبص عليها دلوقتي. الله يبارك لك يا رب يا باشمهندس محمد. هنا خلاص ببتدي اسجل بقى اللوحه دي كلها وابتدي عايز اطبق اللوحه دي عندي في الشغل بتاعي. النقطه الثانيه برضه ما بيهمني في الموقع، لو انت تبص كده ببتدي اخرج كده بص من البلكونه الفيديو خلص، ببتدي اشوف مثلا مكان، يعني لو خدت بالك كده ان المكان ده مش مجروح، يعني لو كده بطلع بالفيديو كده عند الشباك بص مفيش عندي حد قدامي، يعني مفيش عندي كده المكان قدامي فيلا ثلاث ادوار، يعني هنا اقدر اعمل شباك كويس. تمام يعني ممكن اوسع المسافه اللي تحت دي، ممكن افتح كده الارضيه دي كده تحت اوسع عندي، ممكن اوسع الشباك لان عندي المكان مش مجروح، دي بعد مني بشارع يعني. خلاص فانا هنا عندي المكان كويس فممكن اقدر اظبط الدنيا. برضو لو جيت على البلكونه كده وانا ببص من على التيرس من بره، يعني بص هنا من الجانب كده اعتقد باينه او شايف الفيلا قدامي تحت، فانا اللي قدامي المكان مش مجروح، دي برضو ملاحظات انت بتاخد بالك منها وانت شغال. خلاص هنا برضو ممكن تبان هنا برضو اهي شايف كده تمام اهي، فانا عندي الجزء ده تمام. يديك حريه في التصميم برضو ان انت مكانك مش مجروح فتقدر تشتغل براحتك. خلاص من الحاجات الملاحظات اللي انت بتشوفها في التصميم. البلكونه برضو نفس الموضوع، هتلاقي برضو البلكونه برضو مش مجروحه. خلاص اتمنى تكون الفيديو الى حد ما ساعد في توضيح الفكره. تمام كده يا باشمهندسين، اوكي واضح اللي احنا عملناه ده، واضح اللي احنا عملناه ده كده يا باشمهندسين. حد لاقي سؤال؟ مش هتسمعني ولا ايه؟ تمام اوكي ماشي. طب الحمد لله الحمد لله. طيب تعالى بقى المقاسات اللي انت رفعتها دي يا باشمهندس هنرسمها ازاي؟ انت دلوقتي يا باشمهندس رسمنا ورفعت مقاسات من الموقع خلاص، وهتبتدي ترسم المقاسات بتاعتك دي، انت هتبقى ترسم كاد خلاص، لا عندي اكسات تمام ولا عندي الدنيا دي كلها ولا القصص دي خالص، هرسم اللي انا رفعت المقاسات بتاعتي دي ازاي؟ تمام قدامك طريقه من الاثنين، خلاص قدامك طريقه من الاثنين. اول حاجه انك تشتغل يا مثلا البلوك نوت قدامي اهو، دي بس المقاسات من البلوك نوت انا كنت بشرح عليه. يعني مثلا الحيطه اللي انا كنت برسم فيها الشباك دي مثلا، لو انا افترضت كده ان انا هرسم كده ده الشارع، يعني مثلا كده لو حطيت لك مثلا خط كده ده حد الشارع اهو خلاص اوكي، وهرسم الايه ده الشارع وهرسم البلان بتاعي هنا كده. الله يبارك لك يا باشمهندس سمية، الله يعزك يا رب الله يعزك. ما هي دي وظيفتنا ودي مهمتنا يا باشمهندس سمية، يعني يا جماعه خد بالكم احنا توصيل العلم ده امانه، امانه بنحاسب عليها، فلازم يكون الواحد قد الامانه دي، واتمنى من الله عز وجل ان اكون فعلا بقد الامانه على اكمل وجه يعني.
ربنا المستعان. فقدام حضرتك دلوقتي حاجه من الاثنين، الله يعزك يا رب، قدام حضرتك حاجه من الاثنين، انت شغال بولي لاين تمام، اقول لك بولي لاين، وابتدي ارسم بقى بولي لاين عشان اريح نفسي على طول، اقول لك تعالى بقى انا خدت الطول مثلا ده كان 120 سنتي خلاص تمام، عفوا انا عملتها 120 متر انا اسف، اعمل لك كده ايه بولي لاين ها، اقول لك متر 20.2 تمام، واطلع بقى بس الشباك مثلا ايه، او ممكن اعمل لاين ثاني مثلا اقول لك ده متر 43 ده اللي هو الشباك خلاص، وبعدين اخد بقى مسافه ثانيه اللي هي كام؟ متر 35 اوكي، وبعدين عفوا متر 35، وبعدين اقوم نازل اللي هي الجزء بتاع الحيطه خلاص اللي هو كان كام؟ عندي 194 خلاص، واطلع مسافه العمود اللي هي الصغيره اللي هي كانت حوالي 8 سنتي خلاص، واطلع كده امشي العمود كان 73 سنتي، وارجع كده 8 سنتي، فهمت انا بعمل ايه بقى كده؟ اقول لك ده 8 سنتي، بعدين اكمل بقيه الحيطه الثانيه ما يستاهلش بصراحه، بس هنقول مثلا سي 2 متر ولا حاجه، بعدين اطلع مثلا المسافه دي مثلا انا بكتب كده ايه ارقام من عندي 2 متر واقوم طالع 8 سنتي كمان، والعمود كان حوالي تقريبا حوالي كان حوالي 70، وامشي بقى ايه الكوريدور بتاعي، فهمنا الفكره دي؟ فانا بدات كده ارسم عندي، انا هنا قسمتها كذا حاجه ليه؟ عشان اقول لك ان هنا في شباك، شايف دي؟ خلاص يعني ممكن اعمل كده اكسبلود واقول لك هنا في شباك يا باشمهندس. خلاص ده فراغ شباك اهو. اوكي؟ ده فراغ الشباك بتاعي. وخدت الكلام ده كله، طبعا كل الكلام ده كده لو اتعمل جوين اوكي؟ واقدر اخد كل ده اعمل له اوفست لبره كام؟ ها؟ اللي هي سمك الحيطه 12 للخارج كده، يبقى انا جيت جبت سمك الحيطه بتاعي باشمهندسين لبره اهو على طول، وابتدي اقفل عندي مباشره. اوكي؟ يبقى انا كده جبت الفراغ اللي عندي، طبعا عندك بقى الميل بتاع التيرس، وبعدين اخد بقيه الايه؟ المسافات بتاعتي او المساحات بتاعتي. يبقى كده انا خدت الايه؟ المقاسات رسمتها بولي لاين على طول. خلاص وعملت لها اوفست، طبعا ده بقى ايه مش محتاجه القصه دي لان ده هيبقى ايه اعمل لك كده اكسبلود برده، واشيل بقى الجزء ده يبقى حته واحده على طول يعني تمام. خلاص كده ده هيبقى حته واحده. طبعا انا ايه انا ماليش دعوه الحته دي، ده ايه الجزء ده في الشقه الثانيه مش بتاعي ها، يعني انا مش فارق بقى ان اعمل عمود الناحيه الثانيه، انا شغال في الشقه اللي انا بشطبها فقط لا غير، مفهوم يا جماعه ولا ايه؟ ها يعني انا بشتغل في الشقه اللي انا بشطبها فقط لا غير، فانا اهتم بالايه بالفراغ بتاعي فقط، هنا بقى الناحيه الثانيه مش بتاعي خالص. اوكي يعني حتى هنا في البلان برده اللي انا كنت رسمه هنا انا مش هاخد الشقتين، انا هاخد الشقه اللي انا بشطبها، يعني سواء الشقه دي اللي متفق معاها العميل او الشقه دي باخد فقط اللي انا بشطبه او اللي انا هشتغل عليه فقط لا غير. اوكي فاديني ظبطت الدنيا، واقول لك بقى اعمل لي بقى اقفل لي بقى لاين الحاجات دي كلها كده اهو، عشان تقفل ايه الابعاد بتاعت حضرتك كده، عشان تطلع بيها ايه الايه الاكسترود بتاعك، او تطلع بيها برنامج الايه الماكس بتاع حضرتك تمام كده يا باشمهندسين. يبقى دي اول طريقه ان انا ببتدي ارسم ايه بالجزئيه دي كده، وطبعا كل ده ما بنعمل جوين عشان تبقى الدنيا عندك مظبوطه. اوكي طيب في نقطه طبعا ما انساش بقى ان انا عندي ايه برضو في لاين اللي هو الداش، فاكرين اللي هي الكاميرا اللي عندي فوق اللي هي الخط ده كده، ده الكاميرا دي كده تمام، ما ننساش النقطه دي برضو عندك في الكاميرا اللي احنا قلناها. اوكي طب في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه يعني مثلا تعالى مثلا ايه هقول لك على ايه، ناخد حاجه من هنا اكننا رفعنا مقاساتها، عندك غرفه ايه اي غرفه من الغرف دي مثلا اي غرفه، الغرفه دي كام؟ 3.5 في حوالي 4.37 اوكي، 3.5 في كام؟ في 4.37. هل ممكن ارسمها على طول مالتي لاين؟ هنا السؤال بقى، هل ممكن ارسمها على طول مالتي لاين؟ قال لك اه ممكن ترسمها مالتي لاين. اوكي ازاي؟ تمام هقول لك مالتي لاين اهو خلاص، واقول لك تعالى يا باشمهندس الجاستيفيكيشن بتاعك تمام، خد بالك من النقطه دي، الجاستيفيكيشن بتاعك كنا بنشتغل ايه؟ ها؟ زيرو صح؟ طب لو عايز ارسم الحيطه دي، عايز ارسم الحيطه دي، انت لما ساعتك بتقيس بتقيس منين؟ من الصافي من الداخل، يعني ماشي على ايه؟ على الجزء الخط اللي تحت ده كده، مفهوم النقطه دي ولا ايه تاني؟ خلاص؟ ماشي لجوه، يبقى بقى عايز الجزء بتاع ده هو الاكس بتاعي، يبقى اشتغل على ايه؟ ها؟ على الايه؟ ها؟ اشتغل على ايه يا باشمهندسين؟ طب ولا بوتوم؟ اشتغل على توب ولا بوتوم؟ على البوتوم صح؟ وابتدي ارسم، اقول لك السكيل بتاعك اللي هو سمك الحيطه بتاعك اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو 12، وابتدي ارسم كده كليك وامشي كده خلاص، اقول لك الاوضه دي كام؟ 3.5 ها وانزل كده كام؟ ها 4.37 وكده كام؟ عفوا في حد امبيانت اوكي وكده برده 3.5 الاوضه مربعه، واجي من هنا اقول له ايه؟ كلوز كلوز تحت اهي تمام او سي سبيس. يبقى انا كده عملت الاوضه بتاعتي. طب اتاكد من ان ابعادي مظبوطه؟ عادي جدا عندي الدايمنشن اهو يا باشا، اقدر اقيس تمام خلاص، وابتدي ادخل ايه الغرفه بتاعتي اهو كده مظبوطه عندي الدنيا صافي بالظبط، وعملتها على طول مره واحده. اوكي طيب
انا عندي هنا كده الاعمده، ممكن اسقط الاعمده بقى ايه عندي، ما عنديش مشكله. شوف العمود مثلا ده كام في كام، عندي عمود هنا اللي هو كام 30 في 70، يبقى ريكتانجل بسيط 30 في 70 عفوا 0.3 تاب 0.7 اوكي خلاص. او لو انت قست الدخلي فقط، فهمت حاجه؟ يعني ممكن اقول لك تعالى بقى يا باشمهندس انا عايز بس من الحيطه هنا، الحيطه سيبك بقى من الايه، من العمود بتاعك ده اهو تمام، ده 58 في كام، انت هتقيس بقى ده ايه، انت جايب مقاس من الواقع في 18، يبقى 58 في كام، في 18 اوكي. يبقى اعمل ايه، ممكن اعمل ريكتانجل 58 في 18 خلاص، يبقى 18 تاب 58. يبقى ده الجزء اللي فاضل من العمود، هعمل له موف كده من هنا، سقطه في الجزء ده، يبقى ده جزء العمود عندي في الاوضه، فهمنا؟ يبقى انا الجزء العمود ده خلاص يعني داخل جوه الحيطه، بالنسبه لي ما عنديش مشكله، فانا رسمت الجزء بتاعي ها اللي بارز ده، في حاله لو انت رافع المقاسات، فاهمني يا باشمهندسين؟ في حاله لو انت ايه رافع المقاسات. واضح الكلام ده ولا عيد تاني؟ واضح الكلام ده ولا عيد تاني يا باشمهندسين؟ في اي مشكله في اللي احنا قلناه كده حتى الان؟ اوكي طيب كويس قوي كده. يبقى احنا اتكلمنا في الثلاث طرق بتوعنا، ان انا ازاي ببتدي لما يجي لي مشروع ببتدي اتعامل معاه. يبقى انا لو جالي ملف كاد او صوره كاد بعرف ازاي برسمه، لو انا جالي تمام صوره ازاي بسكلها وبشفها وبشتغل عليها، وازاي لو انا برفع مقاسات، والحمد لله ده عملناه في فيديو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، واعتقد ان الدنيا الحمد لله واضحه. اوكي طيب ايا كان بقى رسمت باي طريقه من الثلاثه، تمام لو رسمت باي طريقه من الثلاثه، المفروض دلوقتي عندي الملف بتاعي ده عايز يتجهز عشان اطلع بيه للماكس. خلاص الملف بتاعي ده عايز ايه، يتجهز عشان اطلع بيه الايه للماكس يا باشمهندسين. اوكي فانا دلوقتي الملف بتاعي بتاع المشروع ده نفسه اللي احنا شغالين فيه اهو، عندي جالي الملف كده او انا رسمته كده، او جالي الصوره وانا رسمتها خلاص، او حتى جات لي الابعاد وانا رسمتها بايدي. عندك الثلاث حاجات دول يا باشا عايزين يتجهزوا لدول الماكس كده. حد ليه سؤال في الكاد؟ انا كده خلاص خلصت شغلي في الكاد وظبطت دنيتي تمام، عندي تمام التمام اوكي خلاص كده. طب انا عايز اجهز الشغل بتاعي ده، عايز اجهز الشغل بتاعي ده خلاص اوكي. تعالى سعادتك دلوقتي كده، يفضل يفضل بعد اذن حضرتك لما يجي لك ملف العميل اداهولك كاد، او انت رسمته، او انت عملت الصوره بتاعته، يفضل لو سمحت لما تيجي تشتغل الشغل بتاعك انك تعمل سيف از لو سمحت للملف الاصلي تمام، سيف از دروينج، وحطه يا باشا على الديسكتوب او في المكان اللي فيه المشروع خلاص، واقول لك ده ايه ها ماشي ماكس فايل. واضح الكلام ده خلاص؟ يعني انا الملف بتاعي اهو ماشي، انا سميته ماكس فايل، اقول له سيف اوكي. ليه؟ انا باخد كوبي، ده اللي انا هشتغل عليه، ابوظ بقى حاجه، امسح حاجه بالغلط، اعمل حاجه، يبقى ليا ريفرنس يا باشمهندسين ارجع له. خلاص يعني لازم يكون عندي ريفرنس تمام؟ ارجع له لو حصل عندي اي خطا فيه تمام؟ مأسالي سيف از مأسالي يا باشمهندسه، مش عارف الاسم مش واضح قوي. سيف از مأسالي بتنسيه، بتنسيه، انا قلت مأسالي، انت قلت مأسالي تمام؟ خلاص؟ فدايما اعمل سيف از. سيف از يبقى عندي تو فايلز، عندي الملف الاصلي اللي هو جاي لي من العميل او اللي انا تعبت فيه ورسمته خلاص اوكي، هو ده الملف الاصلي اوكي تمام، اللي هو بتاع ابن الرومي، وادي الملف بتاعي ماكس خلاص، ابقى عارف ان هم ده الاثنين موجودين عندي. طيب تعالى بقى نشتغل على الملف الماكس ده، انا سعادتك عايز ايه؟ الاول طبعا خلاص انا خلاص بقى شيء امسح بقى كل الكلام ده كده خلاص اللي احنا كنا بنجرب فيه تمام، وادي الملف بتاعي. الاول سعادتك هتشتغل على ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي العميل واخد الشقه دي ولا الشقه دي؟ مبدئيا يعني انا عايز اعرف بس العميل هو شغال فين؟ انا في الشقه اليمين ولا في الشقه الشمال؟ تمام؟ يعني هو يعني يمين السلم او شمال السلم، يعني مش قصدي حاجه، انا مثلا يمين السلم ولا شمال السلم؟ واخد الشقه دي ولا الشقه دي؟ خلاص؟ تمام؟ اوكي؟ طبعا ليراتك بتبقى جاهزه والدنيا زي الفل، ماشي؟ خلاص؟ اوكي؟ طيب انا دلوقتي محتاج ايه؟ يعني دلوقتي انا دلوقتي هطلع بايه للماكس؟ انا محتاج عندي فقط حوائط، اعمده، بيبان، شبابيك. فهمنا حاجه؟ محتاج فقط ايه؟ بيبان، اعمده، بيبان وشبابيك. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ انا ده اللي محتاجه. انما دايمنشن وما دايمنشن والكلام ده كله انا مش عارف. فانا هعمل كده خلاص بالاكسات بكله، سيلكت
سيميلر تمام ماشي واقول له ديليت. فهمت حاجه؟ شوف انا عملت ايه؟ ليه؟ انا الكلام ده مش راح معايا الماكس. انا هاخد الاكسات ليه في الماكس اعمل بيها ايه؟ ما لهاش لازمه عندي. خلاص انا عايز بس المساحه الداخليه بال البيبان بالشبابيك بالاعمده. خلاص الهاتش كله عندي الهاتش ده كله اهو سيلكت سيميلر كله برده ايه؟ ديليت مش عايز هاتش. الابعاد الداخليه انا هعملها تاني من اول وجديد سيلكت برده سيميلر وديليت. خلاص؟ طيب برده هنا هاتش اهو برده كده ديليت مش عايز الهاتش ده كمان. اوكي؟ طيب انا الاول دلوقتي العميل عايز انهي شقه؟ معلش عشان بس ابقى فاهم يعني هو الراجل عايز مني انهي شقه؟ برده سيلكت سيميلر كل الحاجات دي كلها في حاجه ثانيه مش باينه لا كله اوكي ديليت. العميل محتاج انهي شقه او هو اشترى انهي شقه او عايز يشتغل على انهي شقه؟ والله قال لك مثلا باشمهندس انا شغال على الشقه دي هما الاثنين خد بالك ايه؟ ميرورد من بعض يعني. قال لك والله يا باشمهندس انا شغال على الشقه دي، خلاص يبقى انا كل ده انا مش عايزه. شايفين الكلام ده؟ انا مش عايز الكلام ده كله، انا شغال فين؟ على الشقه اللي هي في الايه؟ في الجانب الاخر ده فقط لا غير. تمام؟ كل ده لا يعني ليا اي شيء. فاهمين ولا مش فاهمين يا جماعه؟ خلاص كل ده طبعا هشيل بقى الحاجات اللي انا مش عايزها فقط. اوكي؟ السلم طبعا مش عارف السلم والاسانسير وكل الكلام ده بالنسبه لي لا يعني ليا اي ايه؟ اي شيء، المنور ممكن احتاج منه جزء او لا ده حاجه ثانيه بقى بتاعتك انت. تمام؟ خلاص كل ده انا لا ايه لا يعني ليا اي شيء خلاص تمام خلاص كده انا ايه بنضف الايه الحاجات اللي عندي كده ملهاش اي استخدامات عندي في البلان. واحد يقول لي طب احنا رسمناها من الاول لا هي مش موضوع رسمنا من الاول ومش رسمنا من الاول هي الفكره كلها خلاص ان احنا ايه بنشوف ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا مش محتاجينه تمام كده اهو اوكي ممكن بقى اعمل ايه قافل ده كده كورنر مالتي لاين ستايل او اديت سوري عفوا اقول لك اعمل لي جوين كورنر ده ده مفقود خالص ده مش ده لاين وبولي لاين ماشي طيب نعمل له كده اكسبلود الجزء ده كده اكسبلود ونشيل بقى الخطوط اللي هي مالهاش لازمه دي خالص تمام ونعمل ده نعمل تريم كده ماشي خلاص بنقفل بقى احنا عايزين الحيطه بتاعتنا فقط لا غير اللي احنا هنشتغل عليها بس في الشغل بتاعنا ده كده يا باشمهندسين تمام خلاص كده يبقى انا كده بظبط الايه الحوائط بتاعتي اوكي انا عايز بس فقط الشقه اللي انا هشتغل عليها بالابعاد في الدنيا بتاعتي اللي انا شغال فيها فقط لا غير طبعا هنا برضه انا مش عايز ده ممكن اعمله كده اكسبلود واشيل بقى ايه ده وده ديليت واعمل كده ايه انا طبعا بعدل بقى اللي انا عايزه فقط لا غير ونظبط بقى ايه التقفيلات بتاعتي كلها تبقى تمام برضه انت اكسبلود يلا مش مشكله ها ونبتدي نقفل بقى ايه التقفيلات بتاعتنا كده مظبوطه انا عايز فقط الايه الفراغات اللي عندي يا باشمهندسين تمام اقفل كده الشغل بتاعي اهو بالراحه كده تمام تمام التمام كده بقى الدنيا عندي ايه اهو ده انا عايزه بس فقط من الشغل بتاعي خلاص وادي دنيتي كلها تمام 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 في اي حاجه ثانيه اضافه او هنا ممكن برضو ايه نظبط الحاجات دي طبعا هنا عشان شلت حاجات بقى فانا ايه محتاج شويه تظبيط كده اعمل اكسبلود وابتدي اشيل بقى ايه الفراغات اللي انا مش عايزها عندي او اشتغل عليها تمام بس هم انا كده نقفل بقى الشغل بتاعنا ده كده هنا من هنا كده عفوا بس كده خلاص اوكي ماشي خلاص انا خدت الشقه بتاعتي بس فقط لا غير اهي تمام كده يا باشمهندسين حد عنده مشكله يبقى انا كده خدت الايه الشقه بتاعتي طيب انا دلوقتي هو ده النقطه بقى اللي احنا عايزينها خلاص انا كده ظبطت دنيتي وظبطت كل حاجه وكل حاجه في اللاير بتاعتي ده مهم جدا تمام واتاكد ازاي هاجي على لاير الحيطان كده واقفل اشوف الحيطان مظبوطه ده في حيطان بص هنا بقى حيطان مش موجوده فاعمل ايه تختار ساعتك الحيطان خلاص نقفل بس الباقي الاول بالمره نشوف كده الايه شبابيك اوكي لا الشبابيك برده مش شغاله ليه يبقى نتاكد بقى من اليارات بتاعتنا كله تمام دي الوول خلاص اللي الويندو شغال تمام الدور اوكي مش مقفول الدور ليه ما اعرفش في دور تاني في اتنين دور اوكي الكولوم تمام كده كل ده تظبيط انا بظبطه عندي والتكست نشيله التكست ماشي اوكي كله تمام كده فاضل عندي الحوائط اهي محتاج طبعا في حاجات تتقفل كتير قوي قوي فانا هم معايا مقفل الدنيا بتاعتي تمام واتاكد ان انا عندي الدنيا ايه مظبوطه فين الول كنا قافلينها وول اوت وول ان اوكي ابتدي اقفل بقى ده خد بالك ده ايه افتراض ان انت جالك ملف كاد ايه ها رايق يعني عارف انت ملف بايظ وحالته متبهدله فانت بتبتدي ساعتك بتبتدي تقفل تمام اللي انا بعمله ده كده
تمام. لو انت رسمه بايدك خلاص الموضوع بقى منتهي. انا اشتغلت على الملف الايه اللي هو الاصلي اللي جاي، بحيث ان انا ابين لك لو انت جالك ملف كاد عادي هتعمل فيه ايه. لو انت رسمته طبعا تبقى انت ايه دنيتك مظبوطه وموضح كل حاجه عندك بشكل كويس. نقفل بقى ده مع ده كده. طب انا ممكن اما اعمل كل ده اكسبلود تمام واظبطه، وبعدين بايه بعمل له جوين في الاخر عشان الملف واضح ان فيه ايه مشاكل وهيقرفني في الشغل بتاعي اهو. ده كده خلاص كل الجزئيه دي كلها برضه هتقفل. ادي لاين. طبعا شوف بقى انت المعاناه اللي ممكن ساعاتك تشوفها في ملف بيجي لك كاد زي ما بقول لك كده، فانت ممكن تتعب في القصص اللي انا بعملها دي كتير قوي، بس طبعا الحاجات دي كلها هتعملها في الكاد ارحم لك من انك يطلع عينك انت في الماكس. الماكس طبعا بيبقى الحاجات دي كلها بتخش بقى في ايه في ويلد وبقى وفيرتكس، وتقعد بقى يعني تخش في تفاصيل صعبه قوي وممله جدا وتاخد وقت ومجهود فظيع. فانا اهم حاجه عندي الكلام ده يكون مظبوط في الكاد، اعتقد هيبقى اسهل بالنسبه لك كتير قوي في الشغل بتاعك. كل التقفيلات دي كده هتقفل حاجات بسيطه كلها ايه مش صعبه يعني ما فيهاش مشاكل كتير. خلاص اهو برده نفس القصه هنا كده. طبعا الجاب اللي في النص ده الكولومز ها تمام. في حاجه هنا انا عايز اعمل بقى ترم كده ايوه كده اهو ماشي. هنا برضو اديت اقفل ده مع ده تمام جميل قوي. هنا برضو لاين ده تقفيلات كده عاديه جدا اهي. هنا برضو ترم هي ده مع ده، واشيل بقى ايه الفواصل دي كلها اهي تمام عشان الحيطات تبقى عندي مظبوطه. وهنا هيبقى ايه ده في المطبخ او ده العمود ده مش عارفين ده تحت جاب تحت منه حيطه صغيره ولا لا، مش باين فيه كاميرا ولا لا، فاحنا هنخليها زي ما هي وخلاص، لان هنا مش فاكر فيه هنا حيطه ولا لا بصراحه يعني. يعني ده انا ايه مش فاكر بالظبط المطبخ كان فيه حيطه ولا لا، فهنخليها حيطه دلوقتي مؤقتا لحد ما نشوف منزل معين بقى بكره كده ان شاء الله انا هناك بشوف ايه الحته دي فيها ايه تمام كده. كل التقفيلات دي كده اهي خلاص كل كده دنيتا. ده برضه هنا في عمود كولوم. طبعا كل ده لو معمول مالتي لاين كلوز كابس بيريحنا جدا 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 من كل وجع القلب اللي احنا بنعمله ده. لكن احنا بنحاول طبعا او انا بحاول بقدر الامكان ان انا اطبق لك كل اللي انت محتاجه خلاص، او ممكن اللي انت تقابله في شغلك بالكامل خلاص. جالك كده جالك كده يبقى انت ان شاء الله مؤهل او جاهز انك ايه تشتغل بكل طرق الاسئله تمام. ده كده كله كده اوكي. ده بقى ايه ده عايز تقفل حيطه كده ده مع ده، يبقى ده عايز اللاين مع ده. طب هنعمل ده كله كده جوين الاول عشان نفصل، وده لوحده كده يبقى ده لوحده وده لوحده اوكي. وهنا او ممكن اخد ده كده بس الاول ايه جوين برضو تمام مع خط من دول، ونقفل بقى ده ايزوليت ونقفل بقى ايه ده الايه ده التيرس اللي بره ها ده التيرس اللي بره يا باشمهندسين. بنقفل التيرس لوحده عشان نطلع بيه في الشغل بتاعنا، واعمل له برضو ايه جوين يبقى جزء واحد، واعمل كده ايه ده ايزوليت خلاص يرجع كل حاجه زي ما كانت. ده طبعا انتوا فاكرين الحيطه دي، ممكن اعمل ده هايت عشان يبقى باين معايا. فاكرين الحيطه هنا وهنا في حيطه في العمود صح؟ يبقى في عندي كده ريكتانجل لحيطه ثانيه هتبقى في ايه في نص العمود تقريبا اللي هي 12 سم. مش مديني نص العمود هنا كده اهي خلاص. وبعرف ان دي ايه حيطه يا جماعه ماشي، بعرف ان دي حيطه خلاص. واخد بقى كل الكلام ده تمام، كل اللي انا عملته ده كله كده كله تمام سيلكت قول كده بالكامل. هنا في حاجه هنا في ترم نشيل بقى دي كده. في حاجه ثانيه كده محتاجه تتظبط هنا، دي حيطه مش عارفين لسه ظروفها ايه. كل ده كده تمام 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 تمام، بيبقى سيلكت قول كده يا باشا كل اللي احنا عملناه ده كله بالكامل كده اهو خلاص. وناخد بالنا ان ما نسيبش اي خطوط صغيره زي ما انت شايف كده، ونقول له ايه ها عايزين نعمل ايه جوين تمام. يبقى كل الحيطان بتاعتك اهي بالكامل. هنا ما عملش جوين ليه؟ هنا في جاب في حاجه، هنا ما عملش جوين ليه؟ تمام ده كده المفروض يكون جوين كده ظبط اهو ماشي اوكي. كده الاختيار الدنيا كمان تمام اوكي اهو كله تمام كده. هنا في لسه لاين نقفل ده نسيناها دي معلش. وفي اوكي ماشي. طبعا بتاكد من الحاجات دي كلها ان كل الدنيا عندك ايه مظبوطه تمام التمام، ما يكونش في اي اوفرلاب او في اي حاجه، كله كده تمام اهو. دي لسه برضه مفتوحه خلاص، يبقى كده ايه يبقى كل ده برضه ايه جوين اهو.
اعتقد كده خلاص الدنيا تمام كله 100 100. اه ما اتحرك بس كده، ما دام بيعمل هايلايت كده يبقى كله ايه، ها جوينت خلاص، يبقى كده دنيتنا تمام. وده كده برضو جوينت، ده كده ايه جوينت برضو، اوكي كله كده تمام خلاص. تمام كل اللي انا عملته ده كله اتحط فين بقى يا باشمهندسين؟ ها في الوول لاير تكون اسمها الايه الوول. تمام ده لازم يكون مهم جدا جدا جدا. تمام خلاص يبقى ده كله ايه في الوول. طب افتح بقيه اللايرات بقى واتاكد. يبقى انا كده لو انا جيت اقفل الوول هتقفل صح، في حيطه منسيه فين اهي، دي الحته الصغيره اللي احنا عملناها هنا دي كده فاكرينها، يبقى دي منسيه حط فين برضو في الوول. تمام خلاص جميل جدا. وعندك بقى الايه الشبيك، يبقى انا كده كل الليارات عندي ايه مظبوطه يا باشمهندسين. وماله ده مش عايز يقفل دي ما علينا يعني، اهو نقفلها من هنا. ادي الويندو بتاعتي وادي الدور اهو، اه ده الايه دور، معلش عندي اثنين دور مضايقني في اللاير ماشي. والكولوم نقفل الكولوم برضو، فين الكولوم بتاعتنا اهي خلاص. والتكست بتاعي ده مهم جدا اللي انا بعمله ده، ان لازم يكون كل حاجه في اللاير بتاعتها. خلاص خلصنا كل الكلام ده تمام، يبقى انا كده بجهز نفسي لايه، لان انا طالع الماكس. طيب ايه بقى الخطوه اللي انا المفروض اعملها بعد كده يا باشمهندس؟ خلاص المفروض ان انا النقطه المهمه جدا بقى دلوقتي ان انا ابتدي افرش او احط فكره الفرش بتاعتي. طبعا معايا يا باشمهندس اعزاء جدا من الناس اللي حضرت معانا. باشمهندس عمر بيقول لي ايه 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 الزيرو، ايه زيرو دي باشمهندس عمر؟ باشمهندس عمر ولا ده جت كده غلطه؟ النقطه دلوقتي اللي انا عايز زيرو 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 تمام في الاوريجن بوينت. لا قبل الاوريجن بوينت كمان او الاهم منها ان انا عايز ابتدي ممكن عايز احطه في الزيرو والزيرو ماشي، بس سيلكت اقول كده عشان برضه ايه الباشمهندس ما يزعلش مننا، اقول لك موف تمام، اتاكد بس ان مفيش اي حاجه هيدن او اي حاجه مش باينه كله تمام. التيرس كانت مخفيه خلاص اوكي، متاكد ان التيرس اوكي موجود عندنا تمام تمام. طيب كل الكلام ده عشان الباشمهندس ما يزعلش، طبعا يا باشمهندس ده لازم طبعا لازم يتحط في الزيرو والزيرو. اعمل له موف من النقطه دي من الكورنر اقصى كورنر كده، اقول لك ايه روح للايه 0.0. ثواني عفوا كده تاني معلش، موف من هنا تو ايه 0.0 اوكي. ليه ما نقلش ليه موف هنا وانزل تحت كده اكتبها له هنا ايه 0.0 اللي هو الايه الكوردينيت سيستم بتاعي او الايه الكارتيزيان كده، اقول لك كده راحت لل 0.0. النقطة دي مهمة جدا بس هنتكلم فيها لما نيجي ايه ننقل الماكس فعليا. انا دلوقتي بس في مرحلة تانية مهمة جدا عايز اتكلم فيها دي، لان دي ممكن ابقى اديها لكم تاسك قبل ما نتكلم فيها قبل ما نشتغل فيها المحاضرة الجاية ان شاء الله. ايه هي بقى؟ انا دلوقتي عندي الابعاد وعندي الشغل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. الاول لازم ابعادي تكون معروفة الداخلية بالتفصيل ماشي، لازم الابعاد الداخلية بتاعتي تكون معروفة بالتفصيل. طيب تحبوا نشتغل في الماكس عندنا على ايه؟ على الريسبشن ولا على غرفة ولا على ايه؟ يعني دلوقتي عشان ايه هنطلع ماكس ان شاء الله، فهنشتغل على جزئيه طبعا مش هشتغل على الشقه كلها خلاص. فاحنا دلوقتي عايزين نحط الديزاين مع بعض، تحبوا نشتغل على غرفه ولا على ريسبشن؟ تمام خلاص ده سؤال ما ايه مبدئي مهم كده، يعني دلوقتي هنشتغل على غرفه ولا ريسبشن؟ ها عايزين نحط اختيار كده تمام خلاص. ريسبشن ريسبشن، ها في حد كاتب ريسبشن، غرفه غرفه ريسبشن، بيد روم صالون مفتوح على سفره ريسبشن ريسبشن تمام. اوكي طيب بص اقول لكم على حاجه عشان بس ايه وفي اللي بيقول لي انت شايفه نظام كلاسيك وبانوهات، لا 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 ده في ناس كده داخلين ده. طيب هقول لكم على حاجه هنخلي الموضوع ده على الجروب على الواتساب نتفق مع بعض، طبعا هيساعدونا بيه التيم الجميل بقى باشمهندس عمر وزملائه الاعزاء باشمهندس احمد، ومش عايز اذكر حد من الاسامي عشان ما انساش حد يعني كل الباشمهندسين. خلونا نتفق مبدئيا دلوقتي على الجروب، اتفقوا مع بعض هنشتغل ريسبشن ولا بيدروم، وهتبقى كلاسيك ولا مودرن، فهمنا حاجه خلاص ولا نيو كلاسيك؟ احنا اتكلمنا على الطرز بتاعتنا، هتتكلم في كلاسيك ولا مودرن ولا نيو كلاسيك تمام ماشي خلاص. يبقى احنا عايزين نعرف دلوقتي مبدئيا احنا نشتغل على غرفه ولا نشتغل على ريسبشن، وهنشتغل مودرن ولا كلاسيك اوكي. هنحدد النقطتين دول ان شاء الله على الجروب في الواتساب عشان بس ايه الاعداد ما شاء الله كتير، فمش عايزين نضيع وقت ان احنا نقعد ناخد كده نعمل استطلاع راي والباشمهندسين يساعدونا فيه ان شاء الله. طيب وات ايفر هنشتغل في اوضه او في ريسبشن، يبقى انا لازم الاول اعرف المقاسات بتاعتي كلها بالتفصيل، يعني لازم كده الاول احط مثلا سي. لو انا هدي مثال اكزامبل يعني مش بفرض اوضه ولا حاجه، بس انا بدي اكزامبل باخد المساحات بتاعتي كده المسافات ده من العمود للعمود خلاص اوكي، وبعدين باخد الايه الاجزاء بتاعتي كده زي ما انت شايف دي كده
تمام، اللي انا اصلا اوريدي رفعت مقاساتها منين؟ من الواقع، اوكي؟ اللي هي الدايمنشن بتاعتي كلها بالتفصيل. ليه الكلام ده؟ لان طبعا الكلام ده انا هفرشه، فلازم اعرف كل حته عندي ها او كل جنب عندي مقاساته قد ايه، لحد اول الباب هنا كده اهو خلاص، اوكي؟ ادي البعد بتاعي، واخد برده ليه العمود، طبعا العمود ده زي العمود ده، بس هنا طبعا عشان ايه ده هنا الاوضه برده، هنا ما مقيسش العمود لان هو جوه الحيطه ماشي كله ايه ستريك حته واحده، واخد الجزء ده برده محسوب عندي ماشي اهو، واخد الايه الداخلي بتاعي ده كله لحد الشباك كده، وبعد كده باخد الجزء طبعا ممكن اخد على طول كونتينيو عشان ما اقعدش اعرف نفسي، تمام كونتينيو كده على طول عشان اخد الحيطه اهو تمام، ولحد هنا كده اوكي ماشي، بعدين اخد ايه اللينير بتاعي تاني من هنا لحد باجي لحد اول الباب يا جماعه، او بعيد عن الباب كده بتاع حوالي 10 سم خلاص، لان ده حرم الباب ممنوع تيجي جنبه، يعني باخد المسافه دي فقط عشان ايه ها حرم الباب بتاعي، وابعد وابعد عن الباب كمان، يعني مش لازم الزق في الباب بالظبط يعني، بسيب حوالي 10 سم كده و 15 سم اوكي. يبقى انا كده عرفت الابعاد بتاعت الداخليه للغرفه كلها قد ايه، التفاصيل دي مهمه جدا. طيب ليه الكلام ده؟ لان ساعتك المفروض هتفرش الغرفه دي تمام، هتفرش الغرفه دي. طيب عشان افرش الغرفه دي يبقى لازم اعرف الابعاد او الستاندرد سايز بتاع الغرفه، سواء كانت ماستر بيدروم او بيدروم للاولاد خلاص او اطفال، فلازم تبقى عارف الاستاندرات بتاعتك. الاستاندرد بتاعك معروف ازاي؟ عشان الكلام ده انا ده هيبقى تاسكات ليك وهتعملوها. الاستاندرد بتاع حضرتك لو فتحت كده في عندي حاجه الاستاندرد بسم الله، لا مش هنا، ممكن الاقيها فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خش عندي كده في الشغل بتاعي الاستاندرد بتاعنا الانتيريور تمام. فين 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 يا ابو خطاب الستاندرد فين؟ فين 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 حطيتها فين انا بقى؟ بسم الله ممكن تكون في الكاد. بص يا سيدي، انا عندي مقاسات ستاندرد انا بحب اشتغل عليها او اساس عندي في الشغل بتاعي تمام، ممكن ارفع لكم الملفات دي او ابعتها لكم. يعني مثلا تعالى بتكلم في البيدروم خلاص، غرفه نوم سواء كانت ماستر او كده، عندي الستاندرد بتاعها، مش هنا الستاندرد، الستاندرد فين؟ اهم هنا اعتقد دي ماستر بيدروم معايا كده يا باشمهندسين، شايفيني؟ شايفين الصوره واضحه؟ ها؟ باشمهندسين الصوره كده واضحه؟ تمام. مكونات الماستر بيدروم لازم ابقى عارف الستاندرد بتاعي، خد بالك هو ده ريفرنس ليا، يعني هو ده مش يعني هو ده مش قانون اجبار، لا انا باخد ريفرنس ليا. فقال لك ان السرير فردين، المفروض ان هو بيبقى طول السرير كله او عمق السرير كله 2 متر خلاص؟ في عرض 1.80 متر، خد بالك في 1.60 متر، 1.80 متر و2 متر. خلاص؟ يعني في عرض السرير من اول فردين، من اول 1.60 متر، وبعدين 1.80 متر، وبعدين 2 متر حسب مساحه الغرفه. اوكي طيب يبقى انا العمق ده ثابت 2 متر في اي سرير، لو هو 1.60 متر او 1.80 متر او 2 متر ده 2 متر ثابت خلاص. طيب الكومود هنا 50 في 50 ممكن يبقى 50 في 30، يعني ممكن يبقى 30 عمق خلاص في 50 عرض تمام، او ممكن يكون 30 في 30 الى اخره، يعني برضو ايه احنا بنتكلم في 50 في 50 كستاندرد. اوكي طيب التسريحه خلاص او اللي بيقول على الصراحه يعني او التسريحه، بيبقى العرض بتاعها ثابت 60 سم، خد بالك العرض ده او السمك ده ثابت معايا في الدولاب في البوتاجاز في الثلاجه في يعني في المطبخ عموما، 60 سم ده السمك بيبقى ثابت معايا في المكتب خلاص. فقال لك 60 سم في طول 1.20 متر خلاص، ده 1.20 متر اوكي. طبعا في تسريحات اصغر حسب الاوض، في حاجات بتبقى اصغر ممكن تبقى متر تمام، ممكن حاجات تبقى مثلا اكبر ممكن تبقى 1.5 متر 1.60 متر طبعا حسب ما انت ايه برضو مساحه الفراغ، بس الاستاندرد بتاعه بيتكلم 60 سم بكام؟ 1.20 متر عفوا. الدولاب بتاعي تمام، لو بتكلم في دولاب 3 دولف يعني ادي ضلفه 2 3، فبيقول لك ان المفروض ما يقلش عن 2.40 متر، ده اصغر مقاس، ده خد بالك انا بتكلم في ماستر بيدروم مش بتكلم في اوضه نوم اطفال او اوضه نوم جانبيه، فبتكلم في ماستر بيدروم. فعندك عرض الدولاب او طول الدولاب سوري عفوا 2.40 متر، العرض بتاعه 60 سم اوكي. ها
خلاص؟ يعني بيحسب لك مثلا 80 80 80 ب 3 في 8 ب 24 اللي هو ايه الضلفتين 80 سنتي، لو بتعمله مثلا تعمله بقى جرار، تعمله ضلفتين براحتك زي ما انت عايز. فلازم ابقى فاهم الابعاد دي كويس قوي قبل ما افرش. ليه؟ لما اجي اقول لك انا عايز سرير 2 متر في متر 80، هقوم جاي كده على البلان بتاعي اقول لك اه تعالى بقى يا باشمهندس بص كده على البلان خلاص. عفوا هو مش عايز اكبر لي كده اهو. اه هاجي احط السرير فين يا باشمهندس؟ انا عايز 2 متر تمام، عرض في 2 متر كام؟ ها؟ 80 ماشي خلاص اوكي. طيب وعندك الدولاب 2 متر 40 اوكي. طيب السرير المفروض ما يكونش في وش الباب ولا يكون تحت شباك يفضل، بس انا المشكله هنا عندي انا ما اقدرش احط سرير هنا وفي نفس الوقت عندي شباكين، فانا اختار لك جنب من الاثنين احط فيه سرير خلاص. يعني انا كده متدبس برضه، مش هحط السرير هنا فيبقى فتحه الباب خلاص، يعني يفتح الباب كده ما يبقاش السرير مكشوف. يعني واحد مثلا سوري يعني عندك ضيف وفي مثلا في الحمام او حد كده وهو خارج ما يبقاش كاشف ها السرير كده خلاص اوكي. ده على سبيل المثال يبقى انت ممكن سريرك يكون هنا في الحيطه دي او في الحيطه دي. طب انا عندي السرير بتاعي كام؟ ها العرض بتاعه متر 80 في كام؟ في 2 متر خلاص. فانا شايف الاوضه المستطيله فغالبا السرير بتاعي هيبقى هنا خلاص. سريري هيبقى فين؟ هنا مع الاثنين كومود اوكي. طبعا انا بقى تحت الشباك لان غصب عني لان الاوضه فيها شباكين خلاص الموضوع منتهي. طيب الدولاب فين؟ قال لك الدولاب كام يا باشمهندس؟ قال لك الدولاب اقل حاجه 2 متر 40. حلو قوي. طب ما انا عندي هنا 2 متر 47 يبقى ممكن الدولاب يبقى هنا. فهمنا حاجه؟ واضح الكلام ده كده يا باشمهندسين؟ اوكي؟ طيب يبقى انا عندي كده في تسريحه او في الشوفينيره بتاعتي ممكن احطها هنا. اوكي؟ باشمهندس ايمن بتقول لي عايز احط الدولاب هنا. خلاص؟ هقول لك على حاجه يا باشمهندس، انا هاخد بس ايه؟ لو انا اشتغلت على كده خلاص الابعاد بتاعتي تمام ماشي. هقول لك مثلا لو انا عملت ريكتانجل كده يا باشمهندسه خلاص؟ كام في كام السرير؟ قلنا متر 80 في كام؟ ها؟ في 2 متر. صح؟ لو انا اخدت السرير ده كده ها؟ موف من هنا ماشي؟ لحد هنا مثلا، هنا كده اهو، مثلا لحد هنا. هنسقطه هنا كده السرير. خلاص؟ تمام؟ اوكي؟ اه انت عايز تحط السرير هنا يعني؟ يعني هو السرير هيبقى ممكن مجروح قوي من الباب يعني. ماشي مش مشكلة، مش مشكلة. خلاص بس انا شايف حاجه ان هنا الاوضه مستطيل يعني 2 متر كده اعتقد كده يبقى افضل. يعني عندي سرير 2 متر فهمتيني يا باشمهندس ايمن؟ لو يعني انا خدت سرير كده اقول لك مثلا روتيت زي فكرتك بالظبط اهو وعملته مثلا كده عملت له روتيت كده وخدت السرير ده كده موف ال 2 متر بتوع من هنا لهنا لنص الحيطه مثلا كده يعني حاجه زي كده اعتقد الجزء ده يبقى ضيق شويه وبعدين بيبقى مجروح قوي من الباب. ما علينا المهم خلاص إيه هنحط مثلا السرير هنا. طب الدولاب فين؟ الريكتانجل بتاعك قلنا كام؟ 60 سنتي في كام؟ 2 متر 40 تاب 60 سنتي واحط لك الدولاب فين؟ ماشي هنا لهنا كده خلاص اوكي؟ يبقى ده الدولاب بتاعي. التسريحه فين؟ ممكن احط التسريحه هنا خلاص يعني السرير اهو مع الاثنين كومود ممكن احط التسريحه بتاعتي هنا خلاص. مش هقدر احطها فين؟ جنب الايه؟ الشباك او تحت الشباك بحط التسريحه بتاعتي هنا مثلا. ده فرضيا لايه؟ لفرش اوضه اوكي؟ حددت الابعاد دي بناء على ايه؟ بناء على الستاندر بتاعي اللي انت شايفه حضرتك ده. طيب يبقى كده بالنسبه لك مجموعه الستاندر ده مش الماستر بيدروم بس، لان انت عندك الستاندر ده لايه؟ لكل الغرف. يعني مثلا تعالى مثلا غرف اطفال خلاص او الغرف النوم العاديه هتبص كده عليه اهو هتلاقي برضه اهو يقول لك السرير نوم الاطفال السرير كذا المكتب الدولاب الى اخره من الابعاد دي كلها. هبعت لكم الحاجات دي ان شاء الله كلها على الايه؟ على الجروب وعلى الفيسبوك برضه هتلاقي كل حاجه حتى برضه الايه؟ السفره والكلام ده كله. الكلام ده مهم ليه يا جماعه؟ لان في الفرش هنا لازم يراعي المساحات. يعني لما اجي في البيد روم كده مثلا اوضه انا مصممها او شغال عليها بص مثلا تصميم زي كده خلاص شايف مراعاه الفراغات لازم بص ده كاد ده شغل الكاد تمام. شايف الفراغات عامل ازاي تمام؟ مدي مساحات للحركه لازم مساحات الحركه دي تكون متوفره. فاكتر برنامج بيقويني في الحاجه دي او بيديني الحاجات دي بالتفصيل الممل هو برنامج الايه؟ الاوتوكاد خلاص. هنا قال لك بص 60 سم هو عرض بس ب 45 صغره شويه، عمل هنا زي بارتيشن صغير كده للسرير وعمل هنا دريسنج جوه الاوضه. طبعا خد بالك الاوضه دي مساحتها كبيره فاوريدي هو ايه مقسم زي ما هو عايز وعمل لك سرير متر 50 واخد بالك انت اهو متر 50 في 2 متر مصغر هنا عرض السرير متر 50 عشان يسيب مساحه كبيره هنا وعمل لك هنا من ايه بعد الفوتيه بتاعه عمل له 60 سم اوكي. ممكن احط هنا تلفزيون كمان خلاص اوكي وعمل دريسنج. خد بالك هنا مفيش تسريحه ممكن احط تسريحه هنا اوكي فهمنا الفكره دي او احط التسريح هنا ما عنديش مشكله. فهنا لازم اراعي المساحات والفراغات دي وانا ايه بشطب عندي. نفس الموضوع هنا كده اهو ده بيديك مقاسات السراير
تمام. السرير الفرداني بيبقى كام، والكاجوال والكوين والكينج، تمام. دي مقاسات الايه السراير بتاعتك. كل الحاجات دي كلها يهمك او يهمنا الشغل بتاعها، ونعرف احنا هنسيب فراغات وتوزيع عندنا ازاي في الاوضه. لازم تسيب مساحه للحركه، مش هاجي ابص ليه عشان ادخل عشان اوصل للدولاب اطلع من فوق السرير، وعشان اخرج من الاوضه اطلع من فوق التسريحه. الكلام ده طبعا مش مستحب، لازم يكون في مساحات وفراغات للحركه زي ما انت شايف كده. بص لك الدولاب اهو، هنا عامله جنب الباب زي ما باشمهندسه كانت رايها، باشمهندسه ايمان عايز احط هنا، وراح واخد قافل الحته دي، بس هنا مفيش شباك، قفل دي وعمل لك دولاب تمام خلاص، دريسنج كده صغير، بس سايب مساحه 60 سم عشان اللي يقدر يقف يتحرك جنب الدولاب، وسايب مساحه من هنا ومفرغ التوزيع دي. اوكي طيب، مطلوب من حضرتك ايه النهارده على المحاضره الجايه ان شاء الله باذنك يا رب؟ انا هبعت لكم الستاندرد، وانتوا عندكم ملفات انتوا رسمتوها صح؟ انتوا راسمين ملفات الحيطان والكلام ده، كان المفروض مرسوم عندك ملف الكات. اوكي ولا في مشكله؟ صح؟ مطلوب من سعادتك ان سعادتك تفرش لي ها بسكتش كده، سواء على الكاد بالبلوكات او سكتش، يعني في عندنا سكتشات هنا ممكن اوريكم البشمهندسات موجودين معايا برضو. هنا في سكتشات للبشمهندسات معايا، هنا برضو في سكتش اهو كنا عاملين له مشروع قبل كده، ما اعرفش مين بشمهندسه شيماء، ما اعرفش هي موجوده معانا ولا لا. هي عامله سكتش اهو، شايفين موزعه بايديها ازاي؟ بشمهندسه شيماء مش عارف هي معانا ولا لا، شيماء مش فاكر، مش عارف هي معانا في الجروب ولا لا، لكن هي برضه سكتش كنا عاملين مشروع قبل كده موزعه اهي، سكتش مانيوال. في سكتش تاني اوكي اهو، باشمهندسه نهى، ممكن نعمل ده روتيت كده تمام. ده كانت شقه كنا عاملينها ماشي، ده كان الريسبشن، ده كان باب الشقه اهو، وكان الريسبشن قطعتين. ده كان باشمهندسه نهى، مش عارف برضه هي موجوده ولا لا، هي برضه الاسامي كل واحد كاتب اسمه عشان ايه ابقى عارف هو مين. عاملين سكتش اهو مانيوال، وكاتبين المقاسات بالظبط، هم عاملينهم يدوي تمام. انت دلوقتي معاك الكاد ومعاك الشغل بتاعك، في هنا برضه باشمهندسه، ده سكتشات باشمهندسه نهى، اعتقد باشمهندسه نهى معانا يعني، اعتقد تخيلت باسمها النهارده باشمهندسه نهى خالد، اعتقد موجوده معانا برضه. دي الفرش عاملها سكتش بايديها خلاص اوكي باشمهندسين، فدي سكتشات باشمهندسين زملاء لينا. باشمهندسه نهى ما شاء الله كلنا هم الله يبارك لك يا هندسه. باشمهندسه نهى تقريبا ده بتاعك انت باشمهندسه نهى، تقريبا السكتش ده بتاعك باشمهندسه نهى تمام. ده كان الشقه اللي كنا عاملينها قبل كده في الشغل اللي فات، في الشقه اللي فاتت دي تمام. وادي برضو تصميم باشمهندسه ايمان خلاص. دي سكتشات معموله يدوي مع مراعاه الابعاد زي ما احنا شايفين. طيب يبقى انا دلوقتي مطلوب من حضراتكم، من حضراتكم جميعا قبل المحاضره الجايه مطلوب التالي خلاص. تحددوا لي هنشتغل اوضه ولا ريسبشن، ده اول حاجه، ومودرن ولا كلاسيك. يعني انا دلوقتي محتاج اهو تاني باكد مع الناس، هنشتغل غرفه، غرفة نوم ولا ريسبشن؟ اوكي، وهيبقى مودرن ولا كلاسيك ولا نيو كلاسيك، تختار الطراز بتاعه. تالت حاجة تحطوا لي فكرة للفرش. خلاص؟ بلوكات كده وافرشوا لي مثلا ايه؟ طبعا هو كاتب هنا صالون انتريه، مش شرط انا ممكن اغير. تمام؟ ده كده تقريبا هو على فكرة، هو تقريبا قطعتين مش ثلاثة، لأنه مش هيستحمل ثلاث قطع. أو أنتوا بقى كل واحد وأبعاده. خلاص؟ عايز أشوف مقترح، لو هتعمل أوضة نوم ابتدي افرشها لي. خلاص؟ اوكي، وابعتوا لي الصور على الجروب الواتساب، يعني كل واحد يصور السكرين بتاعته بتاعت اللابتوب او الشاشه، ويبعت الفكره بتاعته زي ما الباشمهندسين بعتين لي كده، او لو هتعملها بلوك نوت او سكتش براحتك زي ما انت عايز. اوكي، وابتدي ابعت لي سواء انتوا عايزين غرفه او ريسبشن، وكل واحد يبعت لي الفكره بتاعته في الفرش بتاعه مع مراعاه الابعاد، وهبعت لكم طبعا ملفات الستاندرد عشان تشتغلوا بيها كويس. حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ باشمهندسين اعزائي، حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ حد ليه اي استفسار؟ خلاص كده عرفت المطلوب، هكتبه لكم برضه على الجروب تاني ان شاء الله. اتمنى طبعا نكون النهارده كان فيه معلومات مفيده. حاضر باشمهندس عمرو، حاضر. ريت باشمهندس احمد لو معانا يبعت اللينكات بتاعت الواتس والفيسبوك معلش تاني، عشان باشمهندس عمرو عايز ينضم للجروب بتاعنا، او ينضم للجروب، يا ريت نبعت له اللينكات هنا تاني. يا ريت يا باشمهندس نجهز الحاجات دي عشان ان شاء الله ده نبتدي نشتغل، واتمنى من الله ان اكون وفقت النهارده وضفت لكم حاجه جديده مفيده للجميع. الحمد لله، الله يعزكم يا رب، وسامحوني ان كنت في طولت في بعض النقاط، لكن انا بحاول اوضح بقدر الامكان مراعاه للجميع. عارف طبعا في ناس اساتذتنا وناس ما شاء الله في الشغل ده كويس، فانا ايه براعي برضو ان في ناس ممكن تكون ليها خبره في المجال، او في ناس لا، فانا بحاول امسك العصايه من النص يعني. اشكركم جميعا واتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، وهستنى التاسكات قبل يوم الاحد ان شاء الله، وابعتوا لي على طول على الجروب باذن الله.
شكرا لكم جميعا والقاكم على خير باذن الله. ما تنسوش الاتندنس يا جماعه، ما تنسوش الاتندنس، الله يبارك لكم عشان الشهادات بتاعتكم باذن الله ما يبقاش في حد ما ياخدش الشهاده. شكرا لكم جميعا والقاكم على خير باذن الله، ورايه واترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.